بسم الله. طيب ازيكم شباب، يا رب تكونوا بخير. السيشنز اللي فاتت كنا اتكلمنا كده عن النمبر سيري والباينر سيرش والتو بوينترز، ودي تكنيكس يعني مهمة جدا وفي مسائل كتير بتيجي عليها يعني. النهاردة عندنا حاجة مختلفة شوية ومهمة جدا جدا يعني، وهي بتكون بريكوزيت يعني لحاجات كتيرة جدا قدام. حاجات مثلا زي الدايناميك بروجرامينج والكلام ده اللي هو في ليفل 3، يعني انت اكيد سمعت حاجه اسمها دي بي مثلا. فالنهارده هنتكلم عن الريكيرجن والباك تراكنج. ده مهم جدا لان هو نقدر نقول هو بروت فورس ابروتش او الجوريزم. مثلا اللي انا مثلا بيكون عندي مثلا مساله، المساله دي مش هينفع مثلا افكر فيها جريدي مثلا، او مساله هتطلع لي ممكن عايز مثلا اطلع بوسيبل سوليوشنز كتيره. ف ساعتها مثلا الريكيرجن ببتدي افكر في الريكيرجن ان هو يقدر يطلع لي كذا كذا بوسيبل سوليوشن لمساله معينه. ده مهم للدايناميك بروجرامينج يعني، ده في ليفل 3 هتاخدوه. الدايناميك بروجرامينج ده في منه اتريتيف وفي منه ريكيرسيف. لو حد هيذاكر الدايناميك بروجرامينج ريكيرسيفلي يعني، فهو ده بيكون مهم جدا ليه، وكمان مهم جدا هو يفهم الباك تراكنج. الحاجات دي مهمه جدا في ليفل 3. هتلاقي مثلا عندك جراف مثلا عايز تمشي عليه، فساعتها هتستخدم ريكيرجن، او تري مثلا عايز تمشي عليها هتستخدم ريكيرجن. فلازم يكون عندك فهم عميق ليه. و فالنهارده هنتكلم عنه شويه كده، وهنشوف كذا بروبلم عند ريكيرجن والباك تراكنج يعني. طيب عايز بس اتاكد ان انا بعمل ريكورد. تمام. طيب ايه هو ريكيرجن يعني ببساطه؟ ريكيرجن عباره ان انا مثلا بيكون عندي بروبلم كبيره خالص، والبروبلم دي ابتدي اقسمها لكذا سب بروبلم. والسب بروبلم دي برضو ابتدي اقسمها لسب بروبلمز اصغر منها، لحد ما اوصل او لحد ما انا اكون عارف ان انا البروبلم الكبيره دي انا عارف ان في جزء منها صغير انا عارف حله مثلا. فانا ببتدي اقسمها حتت صغيره لحد ما اوصل لجزء من البروبلم ده انا عارف حله مثلا، والحل ده يبتدي يبني لي الحلول التانيه الكبيره. فمثلا حاجه زي كده ممكن نشوفها زي مثلا الفاكتوريال مثلا، يعني لو حد عارف الفاكتوريال. الفاكتوريال ده مثلا انا اللي هو بضرب كل البوزيتيف نمبرز في بعضها مثلا لحد ما اوصل للواحد او الزيرو. فمثلا الفاكتوريال الخمسه ده عباره عن 5 × 4 × 3 × 2 × 1. طيب حاجه مثلا زي كده اتريتيف انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل فور لوب عادي. هيكون عندي مثلا انسر ب1، وفور لوب ده هيبتدي يضرب لي مثلا اندكس اي، ده هيبتدي يمشي من 1 لـ 5 مثلا، ويبتدي يضرب الانسر دي كل مره كل مره في الاندكس ده لحد ما اوصل لحد ما اخلص اللوب يعني. فده بشكل اتريتيف. طب لو عايز افكر فيها ريكيرسيف، طيب في الاول كده مثلا يعني ايه السب بروبلم اللي انا عارفها؟ يعني خلينا كده نشوف مثلا. مثلا انا عارف ان الفاكتوريال بتاع الزيرو ده ب1 صح؟ يعني فاكتوريال الزيرو ب1، فاكتوريال الواحد برضه ب1 صح؟ بس خلينا عارفين ان احنا فاكتوريال الزيرو بتاعنا على طول ب1، يعني دي الستوبنج بوينت بتاعتي لو انا هبتدي افكر بشكل ريكيرسيفلي. طيب خلينا مثلا لو احنا قلت مثلا ان ال n ب5 وانا عايز اجيب فاكتوريال الخمسه دي صح؟ طيب الفاكتوريال الخمسه ده عباره عن ايه؟ مش هو عباره عن الخمسه في فاكتوريال ال n ماينس 1 او الخمسه ماينس 1 يعني؟ وفاكتوريال الاربعه ده عباره عن ايه؟ اللي هو 4 في فاكتوريال ال n ماينس 1، وال n عندي دلوقتي بكام؟ ب4. فاكتوريال ال n ماينس 1 3. طيب انا عارف قيمه فاكتوريال 3 ده؟ لا لسه مش عارفها. طيب فاكتوريال 3 ده قيمته هتكون عامله ازاي؟ هتكون 3 في فاكتوريال 2. طيب انا عارف اجابه ده؟ لا برضو. طيب خلينا نجيب فاكتوريال 2. فاكتوريال 2 عباره عن 2 في فاكتوريال 1. طب انا عارف الاجابه ده، نفترض ان انا مش عارف الاجابه ده، مش عارف الاجابه ده، فهجيب فاكتوريال مثلا ال 1 هيكون عباره عن 1 في فاكتوريال الزيرو. طيب مش انا عارف قيمه الفاكتوريال بتاعت الزيرو ان هي ب1 صح؟ طيب مش انا اقدر اجاوب على الكويري دي اللي هو الفاكتوريال 1؟ طيب فاكتوريال 1 انا جبته بكام؟ ب1، فهنا هيكون ب1 صح؟ فدلوقتي انا عارف فاكتوريال الاثنين هيكون بكام؟ 2 في 1 مظبوط؟ فدي عباره عن دلوقتي 2 في 1 اللي هي ب2. كبر ده شويه. حلو. طيب فاكتوريال 3 عباره عن كام؟ 3 في فاكتوريال 2. طيب دلوقتي في فاكتوريال 2 مش انا جبتها ب2، فاكتوريال 3 عباره عن 3 في 2 6.
طيب مثلا فاكتوريال الأربعة عبارة عن 4 فاكتوريال 3، 4 في 6 ب 24، ب 24. طيب فاكتوريال 5 عبارة عن فاكتوريال عبارة عن 5 في فاكتوريال 4، والأربعة بكام؟ ب 24، ف 5 في 24 هتديك 120. طيب خلينا بقى نفكر في اللي حصل هنا. ايه اللي انا عملته؟ انا فضلت ماشي من التوب داون، يعني هو الريكيرجن بيسموه توب داون ابروتش، هتسمع الاسم ده كتير في الدي بي. ف يعني عشان ابتدي ابيلد سوليوشن من فوق لتحت، يعني ابتدي اوصل ان الانسرز بتاعتي هتكون تحت، والانسرز اللي تحت دي هتبتدي تبني لي السوليوشن فوق، فاسمه توب داون ابروتش. طيب انا هنا عملت ايه؟ لو خلينا مثلا نشوف، لو جينا مثلا نفكر فيها، لو جينا مثلا اعمل لها ريبريزنت كتري عشان تبان اكتر، يعني هو ده مش بيحصل، بس خلينا مثلا نعملها ريبريزنت كتري. احنا قلنا الخمسه هتنادي على الفاكتوريال صح؟ دي خمسه مثلا، فهي هتنادي على الفاكتوريال الاربعه اللي هي 4 فاكتوريال التلاتة. خلينا مثلا نجري 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 مثلا لحد ما نوصل للفاكتوريال بتاع الزيرو اللي هو 1 في فاكتوريال زيرو. طيب انا هنا الانسر كان عندي كام؟ انا عارف اللي هو بون وده بواحد، فهرجع لفوق مثلا فاكتوريال 2 فهتكون 2 في 1. ده نفس اللي حصل هنا بالظبط، اللي انا فضلت ماشي لحد ما لقيت بيس كيس او انسر انا عارفه ابتدى يعمل لي بيلد لكل السوليوشنز اللي انا كنت بسال عنها. يعني هنا مثلا انا سالت عن فاكتوريال 0، طب انا عارف اجابته هيرجع ب 1. طب كنت سال عن فاكتوريال 2، الفاكتوريال 1، فانا جبته هنا فهيكون ب 1. هنا عارف فاكتوريال، بسال عن فاكتوريال 2 فانا برضه جبته هنا فهيرجع هيكون اللي هو ب 2، ف 3 في 2 ب 6 هجيب فاكتوريال 3 وهكذا. حد مش فاهم اللي انا قلته ده؟ يعني كله تمام لحد هنا؟ طيب خلينا نكود مثلا الفانكشن بتاعت الفاكتوريال دي. ماشي، دلوقتي انا عملت ايه؟ انا عايز فانكشن ترجع لي الفاكتوريال بتاعت نمبر صح؟ فهنا مثلا خليها ترجع لي انت، وهنا مثلا ممكن اسمها فاكت مثلا، والفاكتوريال دي بتاخد نمبر صح؟ طيب خلينا هنا دلوقتي نسيب دي دلوقتي، خلينا نفكر في الحركة بتاعتنا، يعني ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه يعني خلينا ما نسيبهاش، خلينا نفكر هنا نشوف. انا عندي حاجه اسمها بيس كيس، يعني الريكيرجن عموما بيكون من بيتكون من 3 حاجات، البيس كيس وحاجه اسمها الترانزيشن. طيب خلينا نقول كل واحده لوحدها. يعني البيس كيس دي اللي هي السب بروبلم اللي انا عارف اجابتها صح، يعني انا عارف ان في بروبلم صغيره خالص انا عارف اجابتها صح، ودي اللي هتبدلي اصلا السوليوشن كله. طيب ايه هنا البيس كيس بتاعتنا؟ ممكن حد يقول؟ إن الـ n تساوي 1 أو 0. بالظبط، ممكن نقول ان ال n بتساوي صفر. طيب فانا هنا هشوف لو ال n بتساوي صفر، انا المفروض لو ال n بتساوي صفر ارجع ايه؟ 1. بالظبط، الله ينور. فانا هرجع واحد لان ده انا عارف اجابه الفاكتوريال بتاعت الزيرو دي ترجع ب 1. حلو. طيب انا ايه الترانزيشنز بتاعتي؟ الترانزيشن دي هي الحركه اللي انا بعملها، او الكويريز اللي انا بسال عنها مثلا يعني. والترانزيشنز دي لازم 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 تكون بتروح ناحيه البيس كيس، يعني لو هي مش بتروح ناحيه البيس كيس فانا كده مش هيكون عندي ستوبنج بوينت، فهتلاقي ان بيحصل حاجه اسمها سيجمنتيشن فولت مثلا، او حاجه اسمها اللي هو دخل في لوب انفينيت لوب خلاص هو مش هيقف. فلازم الترانزيشن دي تتحرك ناحيه البيس كيس. فانا في الرسم هنا انا اتحركت ناحيه البيس كيس صح؟ انا كل مره كنت بقول ان ماينس 1 ان ماينس 1 ان ماينس 1 لحد ما وصلت خالص ان ال ان دي بقت بزيرو، فانا هنا اتحركت ناحيه البيس كيس. فالترانزيشن بتاعي هنا هيكون ايه؟ ممكن حد يقول انا هنا عملت ايه؟ عملت امر ان الفاكتوريال ان ماينس 1. لان الفاكتوريال ان ماينس 1 صح؟ طيب دي الترانزيشن بتاعتي. انا كده اتكلمت عن حاجتين، يعني الريكيرجن بيتكون منهم هو البيس كيس والترانزيشن. طيب هنا في حاجه اسمها الستيت، دي اسمها الستيت، وبرده المصطلح ده مهم جدا وهتسمعوه في الدي بي. الستيت ده بيكون يونيك اي دي كده، يعني بيكون يونيك ايه اللي حصل في الفانكشن دي، الفانكشن دي رجعت ايه. يعني مثلا لو جيت قلت فاكتوريال الاثنين، هل مثلا ممكن فاكتوريال الاثنين دي ترجع لي حاجه غير الاثنين؟ مستحيل، هي هترجع لي على طول اثنين صح؟ فهو بيكون يونيك يعني في الريكيرجن. ده مهم ليه، هتعرفوه مع الدي بي في ليفل 3. بس خلينا مثلا نرن اللي انا عملناه ده. لو جيت هنا مثلا قلت فاكتوريال الخمسه مثلا، هتضاع فاكتوريال الخمسة. بنرن مثلا. طيب هو طلع ب 120
طيب لو جيت مثلا انا ما اتحركتش ناحية البيز كيس مثلا، يعني جيت انا مثلا عملت 3 كل مرة هنقص 3 مثلا، هلاحظ اللي هو مثلا مش هيطلع حاجة اصلا، هيجيب ران تايم ايرور. يعني مثلا لو جيت انا عملت ديباج للان، هتلاقيه بيطلع ارقام كتير، يعني دخل في لوب انفينيت لوب. طيب ده اللي حصل، ان انا ما اتحركتش ناحيه الترانزيشن. انا لازم اكتب الترانزيشن بتاعتي دي بحيث انها تتحرك ناحيه البيس كيس. حد مش فاهم الجزء ده؟ ما عنديش مشكله، عيد. طيب جميل. حاجه برضو تانية ممكن توضح لي الريكيرجن شويه، لو حد مثلا عارف الفيبوناتشي سيريز، اللي هي دي عباره عن سيريز كده بتكون مثلا اول رقم فيها 0 وتاني رقم 1 وتالت رقم بيكون عباره عن مجموع الرقمين اللي قبليه. فتالت رقم هنا هيكون ايه مثلا؟ لو جيت هنا مثلا عملت 1 2 3 4 5، هنا تالت رقم هيكون ايه؟ مجموع اللي قبليه صح؟ فهنا هيكون 1، 1 زائد 0 ب 1، وهنا هيكون 2، طب وهنا هيكون 3. طيب انا عايز ابيلد السيريز دي، او عايز اسال عن الاندكس بتاع رقم معين في الفيبوناتشي سيريز دي. يعني مثلا هديك ان وعايزك تقول لي لو ان دي بخمسة ترجع لي الرقم اللي موجود في السيريز دي. فلو بخمسة مثلا المفروض ترجعها كام؟ 3. طيب خلينا نفكر فيها ريكيرسيفلي، يعني خلينا نجيب ده كده هنا مثلا. دلوقتي انا ايه البروبلم الكبيرة اللي عندي؟ اللي انا هديك ان وعايزك ترجع لي الفاليو بتاعت الفيب دي، الفاليو بتاعت الفيبوناتشي اوف اندكس ده. بنعتذر عن الخط. ماشي، ايه السب بروبلم اللي انا عارفها؟ يعني ايه اصغر حاجه انا عارفها؟ ممكن حد يقول كده مثلا عادي يغلط مفيش مشكله، ايه البروبلم الصغيره اللي انا عارفها؟ يا شباب، إن الواحد والواحد بيساوي الاثنين. او ان انت قصدك ان اول رقم بيساوي، ان اول رقم في السيريز دي بيساوي 0 صح، وتاني رقم بيساوي 1 صح؟ مظبوط. ده اللي انا، دي الحاجه الوحيده اللي انا عارفها دلوقتي، او دي الحاجه اللي انا هبتدي اقابلها عليها سوليوشن. انا دلوقتي انا عارف ان السيريز دي اي اندكس فيها هيكون محتاج الرقمين اللي قبليه. يعني مثلا لو عايز فيبوناتشي اوف ان ده في 2، فانا لازم اكون عارف الفيبوناتشي بتاع اللي هو ال 2 ماينس 1 زائد ال 2 ماينس 2. فهنا مثلا الفيبوناتشي اوف 0 انا عارف اللي هي 1، والفيبوناتشي اوف 2 ماينس 1 انا عارف اللي هي 1. الفيبوناتشي اوف 0 عارف اللي هي ب 0، قصدي هنا ب 0، فساعتها هقدر اجيب ده. طيب خلينا مثلا قبل ما نكتب كود نتريس حاجه زي كده. دلوقتي مثلا لو جيت قلت انا عايز الفيبوناتشي بتاعت رقم 5، فالفيبوناتشي بتاعت رقم 5 دي تمشي ازاي؟ انا عايز اجيب دلوقتي الفيبوناتشي بتاعت رقم 5 صح؟ فهقول خلينا مثلا نقول هنا، نكتبها هنا بس هنا. الفيبوناتشي بتاعت الزيرو بتساوي زيرو، وبتاعت الوان بتساوي وان. طيب لو انا عايز اجيب الفيبوناتشي بتاعت الخمسة، فلازم اكون عارف الفيبوناتشي بتاعت الايه؟ الاربعة اللي هي ال n ماينس 1 زائد الفيبوناتشي بتاعت ال n ماينس 2. طيب خلينا نفكر فيها ريكيرسيفلي ونشوف ايه اللي هيحصل. انا دلوقتي هجيب الفيبوناتشي بتاعت الخمسة دي. طيب محتاج اعمل ايه بعد كده؟ محتاج اعرف الفيبوناتشي بتاعت الاربعة، وانا محتاج اعرف الفيبوناتشي بتاعت التلاتة صح؟ طيب هل انا عارف دي؟ لا، فهعمل كل تاني عايز اعرف الفيبوناتشي بتاعت التلاتة دي، تلاتة معلش. طيب هل انا عارف التلاتة؟ الاربعة، والاربعة عايز لازم تكون عارف الفيبوناتشي بتاعت الاتنين. طيب خلينا نرجع تاني، الفيبوناتشي بتاعت التلاتة انا عارفها؟ لا انا مش عارف، هعمل عايز اعرف الفيبوناتشي بتاعت التلاتة، فهي عبارة عن 3 ماينس 1 و3 ماينس 2، ف3 ماينس 1 ب2، والفيبوناتشي بتاعت التلاتة هتساوي كام؟ الفيبوناتشي بتاعت ال1. طيب هل انا عارف الفيبوناتشي بتاعت ال1؟
طب خلينا سيدي دلوقتي كده هكمل، عايز اعرف فيبوناتشي بتاعت الاثنين. فيبوناتشي بتاعت الاثنين دي مثلا عباره عن فيبوناتشي بتاعت ال 1. طيب هل انا عارف فيبوناتشي بتاعت ال 1؟ اه. طب فيبوناتشي بتاعت ال 1 بكام؟ 1 صح. طيب الفيبوناتشي بتاعت الاثنين دي عباره عن 1 فيبوناتشي اوف 1 وفيبوناتشي اوف 0 صح. فالفيبوناتشي بتاعت 0 كام؟ ها فيبوناتشي بتاعت 0 بزيرو. تمام. طيب هل انا دلوقتي عارف الفيبوناتشي بتاعت الاثنين؟ اه، هي عباره عن مجموع ده زائد ده، فدي هترتن 0 ودي هترتن 1 والمجموعهم هيكون ناتج ده. طيب الفيبوناتشي بتاعت 2 دلوقتي بكام؟ بواحد. طيب الفيبوناتشي بتاعت 3 عباره عن فيبوناتشي بتاعت الاثنين ناقص الفيبوناتشي بتاعت وفيبوناتشي بتاعت الواحد. طب الفيبوناتشي بتاعت الواحد انا عارفها دلوقتي؟ اه انا عارفها. الفيبوناتشي بتاعت الواحد دي ب1 فهترجع هنا ب1 ثانيه. اه، وهنا الفيبوناتشي بتاعت 2 برضو رجعت ب1. فدلوقتي 1 زائد 1 الفيبوناتشي بتاعت 3 هتطلع بكام؟ ب3. طيب جميل. انا دلوقتي عايز اعرف الفيبوناتشي بتاعت الاربعه. الفيبوناتشي بتاعت الاربعه هي عباره عن الفيبوناتشي بتاعت الثلاثه والفيبوناتشي بتاعت الاثنين. طيب دلوقتي انا عارف الفيبوناتشي بتاعت الثلاثه، هل انا عارف الفيبوناتشي بتاعت الاثنين؟ لا انا مش عارف، انا لسه هو هنا لسه ما جا... لسه مش عارف، لان الريكيرجن بيجرب، قلنا بيجرب كل البوسيبيلتيز، فحتى هو لو شافها هنا هو مش هيعرفها هنا، هو هيروح ينادي، هو مش هيكون عارف هنا، هو هيروح ينادي ثاني يشوف الفيبوناتشي بتاعت الاثنين دي هتكون بكام. وده ممكن يكون عيب في الريكيرجن شويه، هو مش عيب، هو بيجرب كل البوسيبيلتيز. بس لو عندي مساله عايز مثلا اماكسمايز على حاجه او امينوايز على حاجه، فهبتدي افكر فيها دي بي. هنا الدي بي مثلا هيكون عارف ان الفيبوناتشي بتاعت الاثنين دي هي ثابته، يعني عمرها ما هتتغير، يعني الفيبوناتشي بتاعت الاثنين هتكون بكام؟ بواحد. فهنا هيقول هل دي الفيبوناتشي بتاعت الاثنين؟ اه انا وصلت لها قبل كده، فيروح جاي راجع تاني، فمش هيخش هنا تاني. بس الريكيرجن لا، الريكيرجن مش بيعمل كده، الريكيرجن بيجرب كل البوسيبيلتيز. فهو هنا هيخش في الفيبوناتشي بتاعت الاثنين، فالفيبوناتشي بتاعت الاثنين دي عباره عن فيبوناتشي اوف 1 والفيبوناتشي بتاعت 0. معلش انا عارف اللي هو كبير شويه بس عشان نفهم كويس. فدي دي ب1 دي هترجع 1 لان انا عارف ان الفيبوناتشي بتاعت 0 ب0 ودي ب1، دي هترجع 0 قصدي ودي هترجع 1. طب انا عارف بتاعت الاثنين؟ اه كده عارفها دلوقتي ب1. طب الاربعه هل انا عارفها؟ اه انا عارفها لان انا معايا الانسر بتاع الفيبوناتشي بتاعت 3 والاثنين، فهيكون جمعهم هيكون 4. طيب دلوقتي انا جبت دي ب4 صح؟ آه دي ب4. الفيبوناتشي بتاعت 3 هنحسبوها، الفيبوناتشي بتاعت 3 عباره عن كام؟ اللي هي في الماتش بتاعت الاثنين ماشي، وهنجري يعني كأنها دي هتطلع واحد ودي في الماتش بتاعت الواحد وزيرو، فدي هتطلع كام؟ آه واحد. ودي هتطلع في الماتش بتاعت الواحد هتطلع كام؟ واحد برضه. فهنا واحد واحد اتنين، فأربعة واتنين هتديك ستة، في الماتش بتاعت الخمسة ستة، أعتقد ستة لو جينا مثلا جربناها هنا. فهنا مثلا 0 1 1 4 5 وهنا هيطلع 2 وهنا 3. لا هي تطلع ب3، احنا غلطنا في حاجة، احنا غلطنا في حاجة. في بنش بتاعت 2 احنا قلنا اه هنا في بنش بتاعت 2 0 1 1 ماشي، ما علينا، هي نفس اللوجيك برضه. في بنش بتاعت 2 ب1 وهنا هتكون ب2 وهنا هتكون هنا هتكون 1 وهنا تطلع ب1 فدي 2 مظبوط. والأربعة عبارة عن التلاتة والاتنين، والاتنين احنا قلنا بون ودي باتنين يبقى دي 3، فدي 3 زائد 2 دي 5. هل حد مش فاهم اللي احنا عملناه ده؟ يعني هو طبعا مش بيحصل كده في ريكيرجن، بس انا قلت امثله على هيئة تري عشان يكون واضح. حد مش فاهم اللي احنا عملناه هنا؟ حد عنده سؤال في حاجة؟ طيب جميل ماشي. آه خلينا نكود حاجة زي كده مثلا، لو جينا مثلا نكود حاجة زي كده دلوقتي انا ايه البيز كيس بتاعتي؟ يعني عايز افكر في البيز كيس، او خلينا ما افكرش فيها دلوقتي. ترانزيشن ايه الترانزيشن بتاعتي؟ حد ممكن كده يقول لي ايه الترانزيشن بتاعتي؟ يريز هاند ويقول ان ناقص واحد زائد ان ناقص اتنين. بالظبط، انا هترن ال n ناقص واحد
زائد ايه؟ ال n ناقص 2. طيب ايه البيزك كيس بتاعتي بقى؟ انا هقف امتى؟ عند الصفر هتبقى ايكوال صفر، وعند الواحد ايكوال واحد. جميل. يعني مثلا هنا ممكن اقول ان لو ال n اصغر ب 2 هرتن ال n. هنا مثلا لو جت هنا بزيرو هريترن زيرو، ولو جت بون هريترن وان، بدل ما اعمل تو كونديشنز يعني. بس ده الموضوع. تعال نجرب مثلا في بيناتش مثلا بتاعت الخمسة تطلع بخمسة. طيب حد مش فاهم الجزء ده؟ يعني لو حد مش فاهم اللي احنا قلناه ده دلوقتي يقول لي ضروري، بدل ما نخش في حاجة تانية. اتفضل يوسف، اتفضل يا يوسف، لو بتتكلم حد سمعك يعني، بس انت عملت ريز هاند. بس كان لخبط شوية، أنا بس يعني لسه داخل من أول الفيبوناتشي، فحاسس إن أنا متلخبط في الحتة الأخيرة. متلخبط في انهي حته بالظبط؟ في انهي جزء؟ من حتة الفيبوناتشي دي كلها، دخلت في الآخر خالص. تمام طيب مفيش مشكلة. طب انت ماشي. طيب خلينا استنى. بص يا سيدي، دلوقتي احنا قلنا، احنا يعني خليني اقول لك طيب سريعا اللي حصل. احنا قلنا ان الريكيرجن ده عباره عن ان انا بيكون عندي بروبلم كبيره، والبروبلم الكبيره دي انا بحاول اقسمها لسب بروبلم صغيره، والسب بروبلم دي برضه بحاول اقسمها لسب بروبلم اصغر منها، لحد ما اوصل، او لا انا اصلا عارف ان انا لما اوصل لسب بروبلم صغيره خالص انا هكون ساعتها عارف ريزلت بتاعتها، يعني هكون باين الريزلت بتاعتها. ساعتها اقدر ابني او اجاوب على السب بروبلمز الاكبر منها. فمثلا حاجه زي الفيبوناتشي، احنا قلنا مثلا الفيبوناتشي ده، انت عارف الفيبوناتشي صح؟ عارف الفيبوناتشي سيريس صح ولا لا؟ الو معايا؟ اللي هو بنرجع يعني مثلا 3 بترجع 2 و1. بص هقولك، الفيبوناتشي سيريس دي لو هو دي سيريس يعني سيكونس، يعني السيكو سامعني كده طيب؟ انا سامعك بس غالبا النت عندك فيه مشكلة. طب هو النت عندي كويس يا شباب ولا من عند يوسف؟ لا تقريبا هو هيفضل النت يقطع عندي كده تقريبا، المشكلة كده. لا، هو النت عندنا تمام. طيب يوسف، انت ممكن تسمع الجزء ده ريكوردد ولا انت يعني ممكن تظبط النت؟ طيب ولا انت دلوقتي سامعني كويس طيب او حاجة؟ سامعني ولا؟ طيب حاول تظبط النت، ولو كده خليك معايا في اخر السيشن اشرح لك اللي في الاول، او ممكن تسمح ريكورد تاني. طيب حد عنده مشكلة في الجزء ده؟ طيب تمام. خلينا كده ناخد بروبلم، على ريل بروبلم على ريكيرجن، يعني بروبلم مشهورة جدا وهتفيدنا قدام جدا. طيب البروبلم دي بتقول لنا ان في حرامي، الحرامي ده مثلا دخل على بيت حلو ومعاه نفسك مع شنطة يعني، والنفسك دي بتشيل ويتس، يعني بتشيل ويت مثلا 8، يعني هو مع شنطة بتشيل 8 كيلو مثلا. هو عايز وفي بيت ده، والبيت ده مثلا في أساس مثلا، في ذهب، في موبايلات، هو عايز ياخد أكبر وكل حاجة من دي ليها فالو، ليها فالو وليها ويت، يعني مثلا ليها مثلا ويت وليها فاليو، يعني مثلا موبايل وزنه كيلو مثلا والفاليو بتاعته 1000 مثلا، قيمته 1000. فهو عايز ياخد اكبر يعني عايز يجمع من الحاجات دي كلها اكبر فاليو، يعني مثلا لو عنده موبايل وساعه ومش عارف ايه وكذا حاجه، هو عايز يجمع منها اكبر فاليو بحيث الشنطه تكفي وزنهم ده. فمثلا لو انا مثلا عندي تيست كيس زي كده مثلا، خلينا مثلا نشوف تيست كيس. لو انا مثلا عندي تيست كيس مثلا زي، لو انا مثلا عندي شنطه، لو انا عندي 3 حاجات في البيت ده مثلا، وعندي شنطه وزنها 8، وعندي الفاليو بتاعت وده مثلا موبايل، الموبايل ده مثلا قيمته 30 جنيه مثلا، والويت بتاعه 3،
الويت ده اللي يقدر يشيله في الشنطة يعني. ولابتوب مثلا الفاليو بتاعته 50 ووزنه 4، وممكن نقول ايه مثلا شاشة مثلا، والشاشة دي الوزن بتاعها الفاليو بتاعتها 60 ووزنها 5. طيب هو دلوقتي عايز يعمل ايه؟ هو عايز يجيب الماكسيمم فالوز، يعني الحاجات اللي يقدر ياخدها من هنا كلها دي، بحيث ان هي ما تعديش حجم يقدر تفت في الشنطه بتاعته، وفي نفس الوقت يجمع اكبر فالو. ف بروبلم زي دي مثلا لو جه حد يفكر فيها جريدي، فهو مثلا هيفكر جريدي ازاي؟ مثلا ممكن يكون لو هو فكر فيها جريدي فهو هيعمل ايه؟ هيروح جاي عامل سورت باي فالو، هياخد مثلا 60 بعد كده هلا ويشوف هل يقدر ياخد ال 50 دي؟ لا مش هيقدر. هيقدر ياخد 30 دي؟ اه يقدر ياخدها. ساعتها هو دلوقتي خد السكرين والموبايل، فساعتها هيكون مثلا حجمهم 5 زائد 8، 5 زائد 3، وده اقل من او بيساوي الكباسيتي اللي معاه في الشنطه. فاه هو ينفع وساعتها الفالو اللي هو هيجيبها هيكون 96، ودي حاله هتنفع فيها عادي جدا، الجريد هينفع. بس في حاله تانيه مثلا لو انا جيت قلت ان مثلا ان مثلا عندي فالو، ان عندي مثلا ايتم واحد الفالو بتاعته 100 ووزنه 8، او خليها 40 مثلا وزنه 8، وايتمز تانية الفاليو بتاعتها 30 بس وزنها 1، فساعتها الجريد هيعمل ايه؟ الجريد هياخد ده، وساعتها هو الكباسيتي اللي معاه في الشنطه 8، واللي خده 8 فخلاص هو مش هيقدر ياخد حاجه تانية. بس هو الجريد مش هيتجاهل بقى كل ده، يعني هو ممكن ياخد 7 حاجات تانيين، والسبع حاجات تانيين دول 8 حاجات تانيين قصدي، والثمان حاجات تانيين دول الفاليو بتاعتهم 1، فهو هياخد 8 حاجات الويت قصدي بتاعهم 1، والفاليو بتاعتهم 8 في 30، فساعتها الجريد هنا هيفيل يعني. فبنبتدي نفكر في حاجه زي كده ريكيرجن، لان انا عندي بوسيبيلتيز كتيره، فالجريدي تفكير الجريد هنا مش هينفع. فحاجه زي كده في الريكيرجن مثلا ممكن نفكر فيها ازاي؟ يعني الحرامي ده ممكن يعمل ايه؟ هو ممكن يتيك حاجه، يعني ممكن يتيك موبايل او يليفه ويشوف حاجه تانيه ياخدها، وهو عايز يماكسمايز ايه؟ هو عايز يماكسمايز الفاليو، يعني get the maximum value not exceeding k not exceeding the weight. ده exceeding انت كده ازاي؟ اه كده في ايه هنا ناقصه؟ فده اللي انا عايزه. طيب حد مش فاهم ليه الجريد هيفيل هنا؟ يعني دي حاجة مهمة عشان تبتدوا تفكروا فيها ريكيرسيفلي. حد هنا مش فاهم ليه الجريد هيفيل؟ طيب طب دلوقتي مثلا هي بتدي براحه كده، دلوقتي انا محتاج ايه؟ محتاج مثلا اري احط فيها الايتيمز دي، فممكن استعمل بير واسميه ايتيمز مثلا. حلو ثانيه يا شباب. طيب الثانيه اه تمام ماشي. عندي ايتمز والفيكتور ده هيشيل ايه؟ هيشيل مثلا الويت وفاليو. خلينا نكتب هنا عشان ما ننساش، هو هنا هيشيل ويت وهيشيل فاليو. طيب خلينا بقى نفكر ازاي نبتدي مثلا نبيلد الكيرس فانكشن بتاعتي. انا محتاج ارجع ايه؟ محتاج ارجع الماكسيمم فاليو صح؟ فخلينا مثلا نسميها نفسك. طيب انا ايه اللي انا محتاجه في الستيت عندي؟ يعني انا محتاج ايه في الستيت؟ ايه اللي انا محتاجه في الستيت عندي دلوقتي؟ انا عندي اري صح، والاري دي انا عايز امشي عليها مره، يا تيك ده يا ليف ده، يا تيك ده يا ليف ده، عشان اجيب الماكسيمم انسر. فانا محتاج اندكس صح، محتاج اندكس انا امشي عليه في الاري، فانا خلينا نعمل اندكس. طيب ومحتاج اراقب الكرنت كاباسيتي اللي موجوده في الشنطه صح، يعني محتاج اشوف دلوقتي اتبقى معايا كام في الشنطه، الستيت بتاعت الشنطه دي دلوقتي بقت كام. فخلينا مثلا هنا نقول كرنت كاباسيتي. طيب مش ايه البيس كيس بتاعتنا؟ يعني ايه هي البيس كيس بتاعتنا؟ او خلينا ما نفكرش في البيس كيس دلوقتي، خلينا نفكر ايه التشويسز اللي انا اقدر اعملها. تمام طيب انا الشويز اللي اقدر اعملها اللي انا اعمل ايه؟ يا اما ليف الايتم، فانا هقول لنفسك
انا ممكن اعمل ايه؟ اليف الايتم صح؟ فلما اليف الايتم ده انا همشي عليه في الاري عادي، يعني هزود الاندكس بتاع الاري، يعني هليفه، يعني مش هاخده، مش هستفاد منه حاجه. طب هل الكرنت كاباسيتي هتتغير لو انا ما خدتش الايتم ده؟ يعني انا لو ما خدتش الموبايل ده هل الكرنت كاباسيتي هتتغير؟ لا صح؟ ف الكرنت كاباسيتي مش هتتغير صح؟ طيب ده كده خلينا مثلا نسميه هنا ليف. طيب لو انا ايه تاني بوسيبل حاجه، ايه تاني حاجه، ايه تاني شويز انا اقدر اعمله؟ حد كده يقول يعني ايه تاني شويز انا ممكن اقدر اعمله؟ اللي انا اخده صح، اخد ايتم. فلما انا اخد ايتم ايه اللي هيحصل؟ لو انا مثلا خدت الموبايل ده خلاص انا عايز اجرب حاجه بعديه، فانا هاخد الموبايل ده معايا مثلا، وساعتها الكرنت كاباسيتي ايه اللي هيحصل فيها؟ هتقل صح؟ طب هتقل بقى بمقدار قد ايه؟ بمقدار الايتم اللي انا خدته صح؟ فاللي هو هيكون الايتمز اوف اندكس، وهنا انا قلت ان الويت ده ان اول بير ده هيكون فيه الويت، فقلت ات فيرست. فساعتها انا خدت الايتم ده معايا وقللت الكباسيتي مظبوط؟ طيب جميل، البيس كيس بتاعتي ايه هي البيس كيس بتاعتي؟ البيس كيس بتاعتي هتكون ايه؟ اللي انا اوصل لاخر الايتمز صح، اللي انا مش هيكون عندي ايتمز ثانيه صح. في حد عايز يخش؟ تمام مظبوط ولا يا شباب؟ يعني حد سقط مني حاجه ولا؟ تمام ماشي. اتفضلي يا اسماء. انا حاسه ان انا تهت في النص كده، يعني انا كنت فاهمه لحد الشرح اللي هو العادي، بس اول ما دخلنا في الكود هنا تهت شويه. طيب هنشرحه تاني تمام. بس البيز كيس بتاعتي اللي انا هقف او ما اوصل لحد الاخر، انا او ما اوصل لحد الاريل في الاخر هقف صح. فانا اشوف لو الاندكس ده بيساوي الايتمز دوت سايز انا هريترن زيرو. طيب خلينا برضو ناخد الانبوت مثلا بتاع الايتمز ده فور لوب مثلا لحد الان، وهنا مثلا عندي في و دبليو او دبليو في مثلا. وهسي ان الفاليو والدبليو وهحطهم في الايتمز. تمام انا كده يعني خدت الايتمز بتوعي اللي هم دول. طيب هكمل ونرجع تاني نشوف اللي هيحصل. دلوقتي انا قلت ان انا عندي تو تشويس صح، انا محتاج اجرب هل انا اخد الموبايل ده معايا وساعتها لما اخده الكرنت كاباسيتي هتقل، الكرنت كاباسيتي بتاعتي 8 دلوقتي، وساعتها الكرنت كاباسيتي بتاعتي هتقل بمقدار 3 وهيتبقى معايا 5 في الشنطه، هيبقى معايا 5 كيلو اضيفهم في الشنطه، والفاليو اللي معايا ساعتها هتكون بكام؟ ب 30 صح؟ اللي هي الفاليو بتاعت الموبايل اللي انا خدته مظبوط؟ انا عارف الموضوع ممكن يكون اوفر ويلمنج شويه، بس لما اكتب الكود وتعمله تريس هتفهموه اكتر. انا هنا محتاج، انا عندي تو تشويسز، انا يا اخد الايتم ده معايا يا ليف الايتم ده معايا. بس في الهدف اللي انا عايز اعمله ان انا اجرب كل البوسيبيليتيز. طيب انا اول حاجه عملتها ايه؟ ان انا اريف الايتم او اخد الايتم. طب لما اخد الايتم ايه اللي هيحصل؟ خلينا نفكر، لو انا هليف الايتم فانا خلاص، يعني لو مثلا دي اري، خلينا مثلا نقول الاري مثلا يعني خلينا مثلا نقول هنا بكتبها قدامكم هنا الاندكس، فهنا مثلا اندكس ب 0 1 و 2 و 3 0 1 و 2، وهنا الويت بتاع الويت مثلا بتاع الموبايل ده 3 والفاليو بتاعه 30، وهنا الفاليو بتاعت اللاب ده مثلا الويت بتاعه 4 والفاليو بتاعه 60، وهنا الفاليو بتاعت السكرين دي الويت 5 والفاليو 60، وهنا 50 سوري. طيب دي الايتمز اللي معايا صح؟ يعني لو فاكرين الهدف اللي انا عايز اعمله، اللي انا عايز اوصل اخد ايتمز معايا في الشنطه بحيث ما التوتال ويت بتاع الايتمز دي ما يعديش 8، وفي نفس الوقت اجيب اكبر فاليو، اكبر سيره انا اقدر اعملها. فانا عندي تو تشويسز، انا يا اما اخد ده، يعني هل لما انا اخد ده الويت بتاعي هيقل 3 صح؟ ساعتها الويت بتاعي يكون 5 والفاليو معايا دلوقتي 30. طب لو انا اخدت ده برضه هل انا اقدر اخد ده اصلا؟ تقدر تاخده، لان انت الويب بتاعك دلوقتي لسه 5 وده الويب بتاعها 4، ف 4 5 ناقص 4 ب 1، يعني اكبر من الزيرو، فهقدر اخد لسه معايا مساحه اخدها. فساعتها مثلا لو خدت ده هيكون 50. طب هل انا اقدر اخد ال 5؟ لا ما تقدرش، لان الويب لان انت دلوقتي
الكرنت كاباسيتي اللي عندك ب1 صح، والفاليو اللي انت جبتها ب80 طيب، ودي الويت بتاعها 5، وانت دلوقتي الكرنت معاك اللي تقدر تضيفه 1 كيلو، ده 5 فمش هينفع اضيفه. طب هل ده الاوبتيمال سوليوشن؟ لا ده مش اوبتيمال سوليوشن. في سوليوشن هيقول لي انا هاخد ده، هاخد داتا دي واليف دي مش هاخدها واخد ده، فساعتها هيكون الفاليو 30 زائد 60 هيديني ده 90، والكرنت هيكون دول ب 5 زائد 3 8، وده فعلا اللي هيكون عندي 8، يعني هو هياخد كل المساحه في الشنطه فهيدق لي 0، وساعتها انا جبت الماكسيمم فاليو اللي هي 90. في حاجه زي كده انا بعملها ازاي في الكود؟ انا قلت ان انا يا اما هتيك يا اما هليف صح؟ فانا هليف، لو انا هليف ايه اللي هيحصل؟ همشي الاندكس، همشي الاندكس على الاري والكرنت بس مش هتغير. طب لو انا هتيك لو انا هتيك الايتم ده الكرنت بس هتقل بالويت بتاع الايتم ده، فانا قلت ايتمز اوف اندكس دوت فيرست، طلعت الكرنت كاباسيتي اللي هي عندي دي ناقص الويت. هنا في حاجه ناقصه، ايه الحاجه الناقصه اللي انا عايز اشوفها؟ اللي انا محتاج اشوف الفالو اللي معايا دي. انا دلوقتي ما اعرفش الفالو اللي انا خدتها دي بكام، فانا هنا هقول الايتمز والفيو في الاندكس الفالو دي كانت موجوده في انهي بير في السكند. فهنا بما اني عملت تيك فانا هرجع، هيكون معايا الصم بتاع الايتمز اللي انا خدتها، فبرجع الفالو زائد وبروح اشوف حاجات تانية، وبطرح دلوقتي من الكرنت كاباسيتي ده الايتم اللي انا خدته، فباخد الفاليو بتاعته وبطرح الكرنت الويت اللي انا خدته. طيب دلوقتي انا هو عايز يجيب ايه؟ عايز يجيب الماكسيمم فاليو صح؟ فمثلا انا هحط دي كده في مثلا في فاريبل عادي، يعني حطيت الحاجات دي في فاريبل عادي. انا محتاج ارجع الماكسيمم صح؟ طيب خلينا هنا في حاجه احنا نسينا نشوفها دلوقتي. وانا هنا باخد الايتمز انا قلت مش هينفع اخد ده صح؟ ليه مش هينفع اخده؟ لان الكرنت اللي معايا كان اقل من الويب بتاعه. فانا هنا محتاج ابص الاول اشوف هل الكرنت اللي معايا ده اكبر من او بيساوي الايتم اللي انا هاخده ده. فاه هو اكبر، هل هو اكبر؟ لو هو اكبر فانا هديك تاني جدي هنا ده التيك تمام. طيب لو هو مش اكبر انا مضطر اليف صح؟ مضطر ما خدوش اصلا، مضطر اشوف حاجه تانية فهليف. هنا هرترن ليف وهنا هرتر الفاليو. طيب انا قلت ان انا محتاجه ماكسمايز صح؟ يعني محتاجه ماكسمايز على كل البوسيبيليتيز دي. فهنا ممكن اعمل ريتيرن ماكس ياخد الايتم، يعني خلينا نحط دي كده في فاريبل عشان يكون واضح. يا اخد الايتم يا ما اخدوش، فهرجع الماكس ما بينهم. ده انت بس ده كل الموضوع، يعني انا كده بجرب كل البوسيبيليتيز. حد مش فاهم اللي انا عملته؟ لو لسه الجزء ده مش واضح له، انا عارف لو ممكن يكون الموضوع رخم شويه في الاول، بس هو فعلا بيوضح مع الحل واللي انا اقعد اجرب كتير بايدي واتريس ده. هل كله كده فاهم دلوقتي او في حاجه مش فاهمها؟ عيدها له تاني عادي، يعني كله فاهم. طيب انا الجزء بتاع الريترن تاني كده، الجزء بتاع الريترن الماكس والريترن اللي حلو، هنعمل ايه؟ مش احنا عايزين التيك بس؟ انا عايز لا ما انا ممكن، ما انا قلت هنا اللي انا هنا ممكن اليف ده وساعتها اخد احسن سوليوشن تاني احسن صح؟ يعني دلوقتي انا ليه بجرب اتيك وليف؟ هنا مثلا لو انا جيت خدت التلاته صح، يعني خليك معايا بقى، لو مثلا انا جيت خدت التلاته صح، الكرنت كاباسيتي كانت كام في الاول خالص؟ كانت ب 8 صح؟ لما انا هاخد ده هيكون كام؟ هيبقى بقى 4 8 ناقص 3 هيبقى 5. هو التلات صفوف دول ايه؟ فين؟ ده؟ التلاتة أربعة خمسة ده الويت بتاع تمام. أنا فكرت إن أنت كاتبهم صف واحد. لا لا ده الويت وده الفاليو، هنعملهم في بير بس. طيب دلوقتي الكرنت فاليو اللي معايا كام؟ 30 صح؟ لو انا هتيك كله بقى، يعني هنكونسيدر لا لو هتيك كله. طيب لو انا هتيك ده بقى، هل انا ينفع اخده اصلا؟ ينفع تاخده لان الويب بتاعه كام؟
الويت بتاعه 4 في 4 وانا معايا والبتاع خمسة معانا 5. صح؟ ساعتها الكرة انت هتكون كام؟ الخمسة ناقص ده هيكون كام؟ واحد صح؟ واحد بقى والفالف الفاليو نزود بقى 30 50 على 30. صح؟ هيكون كام؟ 80. حلو؟ طيب هل انا اقدر اخد ده؟ لا خلاص. طب هل ده احسن انسر؟ مش شرط، ممكن لو جربنا حاجة تانية تنفع أحسن. بالظبط. لا المفروض الأربعة والخمسة ايوه صح. انا هجرب كله صح. اليف، هجرب بقى. مثلا انا دلوقتي هتك ده وهليف ده مثلا، دلوقتي انا بجرب اتك وليف، ولو انا عملت ليف ده، فلما انا اعمل ليف ده هيخليني اروح لده، عشان انا لما بعمل ليف بقول اندكس بلس 1، فهيخليني اشوف ده. فلو انا جيت اشوف ده، ساعتها الكرنت كاباسيتي هتكون كام؟ انا كان معايا خمسه صح؟ خمسه ناقص خمسه أزيد والفالو الفاليو بقى 90. 30 زائد 60، فده البيست انسر. انا بجرب اتيك وليف. طيب دلوقتي انا وصلت لزيرو صح؟ دي البيس كيس يعني، او مش البيس كيس يعني، انا وصلت خلاص لاخر اخر اندكس في الاري صح؟ فساعتها هترن زيرو يعني، انا كده ما خدتش حاجه يعني. حد مش فاهم اللي انا عملته؟ او جزء كده واضح يعني؟ خلينا مثلا نجرب نفسك مثلا. اتفضل يا يوسف. باشمهندس تماما انا فاهم يعني، انا بقى عايز اشوف الكود بقى اتطبق ازاي على الكلام ده، انا في الكود ملخبطني شويه. هقول لك، هنديبج دلوقتي مع بعضنا وهقول لك ايه اللي بيحصل. يلا بس جرب دلوقتي. انا هبدأ من الاندكس 0 صح، والكرنت كباسيتي اللي معايا كام؟ دبليو صح. هنا هاخد ال ثانية. هو هيدخل ال دبليو دي بتاعت الكرنت كباسيتي اللي موجودة في الشنطة. طيب خلينا مثلا نجرب على الاكزامبل اللي كان عندنا ده. انا قلت هدخل تلاتة ايتمز ومعايا 8، وهدخل 30 و3، 50 و4، 60 و5 مثلا. طلع زيرو. ايه الغلط؟ احنا قلنا هنا يعني، هنا بدخل ال value وال weight. هنا المفروض ناقص، هنا ال weight وهنا ال value. طيب طلع 90. طيب خلينا بقى نشوف ده يعني، خلينا ندمج مع بعض ايه اللي حصل. عايز اقول حاجه بس يعني، عشان برضو الحته دي انا كنت بعاني فيها. بس الريكيرجن مش كل المسائل تقدر تتريس فيها اللي بيحصل، لان انت لو قعدت تعمل تريس هتتلخبط. طب ايه اللي بيخليك يعني، ايه اللي بيعرفك ان انت ماشي صح؟ ابروش زي ده مثلا يعني، انا هنا بجرب اتيك وليف، هتلاقي مسائل برضو فيها نفس الموضوع ده، اللي انت تيك او تليف. طيب طالما انا حاسس ان الترانزيشنز بتاعتي صح، واللي انا هوصل للبيس كيس، فانت كده ماشي صح. طب هل انا شرط تريس على سكيل كبير مثلا؟ لا، انت هتساعدها هتوه ومش هتعرف تتريس اصلا. ده ريكيرجن، انت ممكن يكون عندك 60 تفريعه، 80 تفريعه، 100 تفريعه، هل هتقعد تتريس كل ده؟ لا. فانت بيكون عندك كده سنس او انتويشن ان انت بتعمل ده صح، عشان في ناس بتحب اوفر سينك وانا بحب اوفر سينك بصراحه، فكان عندي عقده مواضع شويه. بس انت لازم يكون عندك انتويشن يعني، ده بيجي بقى ان حل كتير، ان انت تقعد تحل على ريكيرجن كتير، هتلاقي مسائل زي دي بقت فاميليار بالنسبه لك وبتجيبها على طول. فهو الموضوع للاسف لو كبير مش هتعرف تريسه، مش هتعرف تريسه خالص. بس لو على نطاق صغير وحاجات صغيره ممكن تريسها، بس برضه انت مش هتقعد تريس يعني، انت لو هتقعد تريس كتير هتضيع وقت. فلازم يكون عندك انتويشن، والانتويشن ده هيجي بقى من حل كتير، ان انت تقعد تحل مسائل كتيره على الباك تراكنج والريكيرجن والكلام ده. انا ممكن ادبج معاك شويه يوسف في اللي بيحصل. خلينا ندبج كده مثلا. طب انت فهمت اللوجيك صح؟ انت فهمت اللوجيك اللي احنا عملناه صح؟ حلو لوجيك تمام، انا بس الكود يعني في حاجات ملخبطوني فيه. حلو. انا دلوقتي مثلا لو هنا لما بليف، فانا هو هينزل يعني. لو انا مثلا هنا، مثلا هنا مثلا نقول ده مثلا اول ايتم مثلا في الاندكس، هنا هيكون عندي اوبشنين صح؟ يا تيك اور ليف. وهنا مثلا اوبشنين، يا تيك اور ليف. هنا برضو اوبشنين، يا تيك اور ليف. وهنا اوبشنين، يا هتيك يا هليف. طيب ده مثلا لو انا، مثلا هنا خدت وهنا عملت ليف ورجعوا لي ماكسيمم انسر، رجعوا لي انسر كويس 50 مثلا، قول اللي هو 50. وهنا مثلا رجع لي 40. طب والتيك بتاعت دي والليف بتاعت دي رجعوا لي كام؟ 90 مثلا يعني. وهنا مثلا هتيك هليف، هتيك هليف، هتيك هليف. هنا مثلا ده رجع 20،
10 20 30 مثلا، دول مثلا رجعوا 50، ده رجع 30، ده رجع 80. طيب اللي انا كنت بعمله ايه؟ اللي انا كنت بحاول اتيك وليف صح؟ فبجرب كل البوسيبلتيز، يا ياخد يا يسيب الاليمنت ده واخد اليمنت ثانيه، يا اما اخد اليمنت ده واسيب اليمنت ثانيه واخد اليمنت ثانيه برضه. فبقعد اجرب كل البوسيبلتيز، يعني تيك اور ليف وماكسمايز عليهم. فهنا مثلا لما هنا مثلا لو تخيل ده مثلا معايا اللي بيحصل، لو هنا مثلا عملت ماكسمايز، فده طلع انصر وده طلع انصر وعملت ماكسمايز، ده طلع انصر وده طلع انصر وعملت ماكسمايز طلع 90، ده طلع انصر وده طلع انصر وعملت ماكسمايزيشن، ده نفس الكلام لحد مثلا وصلت انا عندي 98. ساعتها تاخد انهي؟ ساعتها الليف والتيك هيرجع لك ايه؟ مش دي ليف وتيك؟ هيرجع لك ايه؟ هيرجع لك 80 و90. فساعتها ايه اكبر قيمه اللي جات لك؟ 90 صح؟ فده اللي كل الريكيرجن بيعمله، اللي انا بجرب يا تيك يا ليف. فتعالى مثلا الديبج اللي بيحصل هنا شويه، مثلا انا عايز ابتدي من هنا. بص هنا الكرنت بس كام؟ 8 صح؟ انت شايف صح؟ معايا ولا؟ اه تمام، بس خايف افتح المايك لو صوتي اقطع. لا لا تمام، اخليك معايا بس عادي. هنا دلوقتي بليف فوتيك. طيب هنا ايه اللي بيحصل؟ هنا بجرب اليف صح؟ الاندكس ساعتها كان بكام؟ بزيرو. هو هنا هيفضل يليف 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 لحد ما يوصل للاخر، لحد ما يوصل اللي هو ما خلاص ما عندوش اوبشن تاني، مثلا اللي هو وصل لحيطه سد، وصل للبيس كيس. فهنا مثلا هو هيجرب يعمل لهم ليف كلهم. فهنا هنشوف هنا الاندكس هنا الاندكس بقى بكام؟ ب1. طب هل ال1 ده بيساوي السايز؟ السايز بتاع الايتمز كام؟ ب3. لا هجرب اليف تاني برضو، الاندكس ب2 والكرنت كمان زي ما هي، هجرب اليف تاني، هجرب اليف تاني. فالليف ده اللي بيحصل، كل واحد من الليف دول هيطلع تيك اور ليف برضه، فاهم؟ يعني هنا هيطلع تيك اور ليف، تيك اور ليف، يعني الليف ده هترجع لك تيك والتيك ده هترجع لك فاليو. ده اللي نفس اللي بيحصل بالظبط، ده نفس اللي انا قلته بالظبط. هنا مثلا هتلاقي ان هو هنا مثلا وصلت للاندكس 2 صح؟ طيب لما انا وصلت للاندكس 2 هنا، هو جرب يعمل ايه؟ جرب يتيك. انا دلوقتي خلصت كل الليف، يعني هو بيجو ديب، يقعد يجو ديب لحد ما يرجع تاني، ده الباك تراك، ويجرب يعني كنت لسه كده الحته دي، ويبتدي يجرب يتيك بقى. فهنا مثلا هو هيجرب يتيك صح؟ هنا مثلا هو في الاندكس كام؟ في الاندكس 2 صح؟ يعني عايز اخليك تشوفها ثانية، لو جبت دي كده هنا ورجعت دي كده، ذكي قوي. ماشي، هنا الاندكس 2 الكرنت كباسيتي 8. طيب هو هيجرب يتيك صح؟ هو دلوقتي هيجرب يتيك، خلينا نمشي الاندكس بقى ب 3. طيب الكرنت كباسيتي بقى بكام؟ يعني هو لما جرب يتيك، جرب يتيك دي صح؟ الحس كارنت كباسيتي بقت بكام؟ ب 3 مظبوط؟ معايا ولا؟ اه تمام. حلو، هو دلوقتي وصل لايه؟ يعني وصل ان هو وصل للاخر، والماكسيموم والانسر اللي هو طلعه دلوقتي كان كام؟ 60. طب هل في انسر احسن من كده؟ اه، هو دلوقتي عمل كام كول للليف؟ عمل 3 كول صح؟ يعني هو دلوقتي هنا عمل، لو رجعنا مثلا جامد، هو عمل تاتا كل الليف هنا. حلو، هنا بقى هيحصل حاجه اسمها الباك تراك. الباك تراك ده اللي هو مثلا بيكون عند مثلا وصلت لحته سد، وصلت خلاص لفاليو معينه، عايز بقى اجرب، عايز اجرب ارجع اجرب بوسيبلتيز ثانيه. فهنا هو هيرجع يجرب بوسيبلتيز ثانيه. طب هل دي ليها بوسيبلتيز ثانيه؟ اه ليها تيك، يعني هي دي اللي كان ليها ليف، هنا بقى هيكون ليها تيك. فهنا مثلا هياخد ايتم معينه مثلا نقول اللي هي ستيم مثلا، فساعتها دي كلها هترجع كام؟ النود دي كلها هترجع كام؟ هترجع 60. ده هنا اللي حصل بالظبط، يعني هو انا مثلا جرب يليف يليف يليف، بعد كده جرب يتيك ايتم اللي هي البوسيبلتيز دي، طلع كام؟ وصل الاندكس 3، ودي الكرنت، ودي الويب بتاعها 5، ف 8 ناقص 5 هيديك كرنت بس كام؟ 3، فقعد ب 5. لو فضلت مكمل هيبتدي بقى ايه؟ برضه يتيك. هنا هو عمل باك تراك، هنا هو عمل باك تراك، هنا كان هو وصل هنا للتيك اللي هي بكام؟ باندكس 3 صح؟ هنا دي اندكس 3 صح؟ ان هو جرب دي وجرب دي وجرب دي صح؟ معايا؟ اه تمام. حلو، لما عمل بقى، خليك بقى معايا ركز، عشان مهم جدا كله يركز. لما هنا عمل باك تراك ايه اللي حصل؟ ايه الستيت بتاعت دي؟ الاندكس كان عندها كام؟ بقى كان اندكس 2 صح؟ يعني دي مش دي اندكس 1 ودي 2. اه حلو،
هل دي ليها بوسيبل سوليوشنز تانية؟ مش انا خلصت دي ودي وعملت باك تراك ورجعت لها تاني، فدي كمان هتعمل باك تراك وترجع لدي. فخلينا نشوف هنا مثلا، هنا مثلا هو جرب يتيك تاني هيوصل لاندكس 3، هيوصل لاندكس 3 بعد كده يرجع تاني لاندكس 1، يعني هنا رجع لاندكس 1 صح؟ لو شايف معايا هنا الاندكس 1 دي كان ساعتها هو كان عمل ليف لكله، يعني هنا كان في اول ستيت، الستيت هنا اللي هو كان باندكس 1 وما خدش حاجه اصلا، يعني هو كان بيعمل ليف. هيكمل تاني، هل الكرنت كاباسيتي دي اكبر من الفيرست، اكبر من ده؟ اه هو اكبر منه، فساعتها الليف دي مرجعه 60 صح؟ لو فاكر الليف دي كانت مرجعه 60، هيرجع هنا هيكمل تاني، هيجرب يتيك، هيجرب بقى يتيك دي حلو، يعني دي ليها تو بوسبلتس، يا ليف يا تيك، نفس الكلام هيقعد بقى يكمل 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 لحد ما يجرب كل بوسبلتس. كل مرة يعني بيجرب ان هو يعني مثلا اتنين فبيرجع واحد تلاتة فبيرجع اتنين، وكل مرة بيجرب لحد ما يجيب الماكسيموم فاليو. بالظبط ده هنا اللي حصل بالظبط، هو هنا اللي انا عملته اللي هو اول حاجه عملتها ايه؟ اللي انا عملت ليف 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 صح؟ يعني هو خلينا بس نرجع الشكل تاني عشان انا كنت في حته هنا مهمه هقول لكم عليها اللي هي الباك تراكنج عشان لو محدش فاهمها، كده كده احنا سهرانين النهارده في الباك تراكنج وهقول لكم اللي بيحصل بالظبط. انا هنا ايه اللي حصل؟ خلينا مثلا كده نجرب كده، يعني نرجع كده نرجع كده. انا اول حاجه انا عملته ايه؟ عملت ليف 1 ليف 2 ليف 3 صح؟ كده وصلت للبيس كيس صح؟ لو جينا تتخيل شكل البتاع دي في الميموري، يعني في الميموري، يعني الميموري الفانكشن بتكون على هيئه ستاك صح؟ فهنا انا عملت كل هنا عملت كل واحد، بعد كده عملت كل اتنين لاندكس واحد، خلي دي اندكس، هنا عملت كل اندكس واحد واتنين وتلاته حلو؟ طيب ايه ده ايه ده؟ طيب انا دلوقتي وصلت للبيس كيس صح؟ شيل ده من الميموري، انا عملت ريتيرن، مش انا عملت ريتيرن، هيشوف ده هل ده ليه بوسيبل سوليوشن ثانيه؟ اه ليه بوسيبل سوليوشن ثانيه، يقدر يتيك ثاني، فهنا هيروح يتيك الاندكس كام؟ يعني هنا الستيت كانت كام؟ قول لي بقى كده الستيت هنا كانت كام؟ باتنين صح؟ الاندكس اه ولا الاندكس والكرنت كاباسيتي، مش دي ستيت؟ الاتنين ستيت كانت الاندكس باتنين صح؟ اهي تقريبا مش فاكر. لا مش تقريبا، هي باتنين، يعني انت هنا واحد وهنا اتنين وهنا تلاتة، ركز معايا صح؟ الكرنت كاباسيتي لما انا عملت ليف ب 8، هجرب اعمل تيك بقى هنا مثلا، يجي يجرب يعمل تيك، فمثلا هنا مثلا هياخد الاندكس اللي هو 3 ده، هنا هيجي هنا هيعمل اندكس بلس 1 على الستيت اللي كانت قبليه، هيجي يجرب ده هياخد منه ايتم، هياخد ده، فساعتها الفاليو كانت عندي كام؟ هتلاقيها مثلا 60، وقف ده بس، هتلاقي الفاليو مثلا عندي دلوقتي 60، فهنا هنا وصل لحته صد، هنا وصل الاندكس بقى ب 3، فهنا 60. هل في حاجه ثانيه يقدر يعملها؟ لا، هيرتن لما هنا يجي ريتيرن، هنا بقى الباك تراكنج حصل، لما هنا يجي ريتيرن في النود دي، هنا الستيت، هنا الفاليو اللي كانت عندي كانت كام؟ اقصى فاليو انا جبتها كانت كام؟ 60 صح؟ طيب هل دي ليها حاجه ثانيه تقدر تعملها؟ لا، فهترجع تاني للاندكس 1 دي ويجرب، ويفضل بقى يجرب، هل ليف اور تيك؟ ليف بس ده مش يعني مش حمل جامد على الميموري، يعني انا افضل اجرب كل الاحتمالات دي. ده طبعا حمل جامد على الميموري، يعني انا لسه هقول لك التايم كومبلكسي، انا هرجع لكم التايم كومبلكسي بتاعت كل الفيبوناتشي والحاجات دي كلها. خلينا بس نسال سؤال، يعني انا مضطر اعمل كده ولا في بيبقى في حلول؟ ما ها في بقى حلول اوبتيمال، ان انت هنا هتلاقي مثلا ان في حاجه بتتكرر، فساعتها بنستخدم حاجه اسمها الدايناميك بروجرامنج. الدايناميك بروجرامنج ده بيعمل ايه؟ هيسيف بقى الستيت دي، يعني مثلا هنا الستيت دي لها سيجنتشر معين، هنا مثلا لو الستيت دي كانت 2 و3 هيرجع 5، هيجي مثلا الدي بي ده الريكيرجن ده هيجرب هيجرب ستيت تانيه هتلاقيها 2 و3، طب مش هو كان جايبها قبل كده ب 5؟ فمش محتاج اصلا يخش في الباص ده، فهيرجعها ب 5. بس خلينا بقى اتكلم، يعني حد هنا مش فاهم اللي انا قلته في نفسك، انا عارف ان الموضوع صعب بصراحه شويه يعني لو اول مره، بس لما تتريسوا الكود وتجربوه بايديكم هتلاقوه سهل جدا على فكره. حد مش فاهم اللي انا قلته هنا؟ انا عايز اتكلم بقى على التايم كومبلكس بتاعت الكلام ده. 2 ناقص عدد التكرار تقريبا بالظبط 2 بار ان. طب ليه 2 بار ان؟
ما عشان كل مرة هو بيستدعي يعني التحتيم مرتين، بيجرب ياخد وبيجرب ما ياخدش، بالظبط فمرة ومرة. بالظبط، الله ينور، انت كده فاهم. بص خلينا مثلا بقى نرجع لفيبوناتشي. لو فاكرين فيبوناتشي صح؟ لو فاكرين فيبوناتشي، انا هنا كانت كل نود كانت كل كانت كل كان كل كول كان ممكن ينزل لي كام واحد. حد يقول؟ اتنين واحد يعني يا بالظبط، يا اتنين يا واحد صح؟ فهنا هيكون التايم كومبلكسي 2 باور ان، لان انا كل مره بنزل اتنين، بس مش شرط كل مره انزل اتنين. يعني هنا مثلا في ماشي وفي زيرو دي ما نزلتش حاجه اصلا، هنا دي نزلت مره ما نزلتش حاجه برضه، فبنقول اولموست 2 باور ان. يعني لما احنا نجيب التايم كومبلكسي احنا بنعمل ابر باوند، فهنقول 2 باور ان، بس هي مش 2 باور ان قوي، يعني ممكن تكون اقل من كده، بس هي لو الابر باوند بتاعها هيكون 2 باور ان. فهنا التايم كومبلكس بتاعها كان 2 باور ان. طيب لو حد فاكر الفاكتوريال، حد ممكن يقول التايم كومبلكس بتاعته؟ وهكذا، كنت بغير، كنت بمشي كده بمشي كده بمشي كده. فالتايم كومبلكس بتاعته كان كام؟ ان سكوير ان تقريبا، ليه ان سكور ان؟ ما هي هتكون لينير بقى، او ليه في ان، مش عارف. او في ان عادي صح؟ ايوه صح، ان، مين قال ان؟ ايوه ايوه صح، عاش. هي ان، ان يوسف ليه؟ لان انت كل مره بتعمل كل واحده بس، ده كانك مش لينير يعني، فاهم؟ ده الموضوع يعني، ده هو الموضوع. فهمتوا ازاي الباك تراكنج حصل هنا؟ فالمهم يعني لو محدش، لو محدش فاهم اللي حصل يقول لي اعيد عادي، عشان بجد هتحتاجوه في حاجات كتير قدام، يعني هو بري ريكوز لحاجات كتير قدام. طيب ثانية، كنت عايز اتكلم في ايه تاني معاكم؟ طيب ده كان جزء الريكيرجن. ممكن اديكم مثال تاني على الباك تراكنج بالظبط بقى اللي بيحصل فيه. ثانية واحدة بس، انا هرفع لكم الاكواد دي كلها على اي دي وان. سليم ممكن ارفعها دلوقتي عشان ما انساش. وحاولوا النهارده تتريسوا الكلام ده، لان النبسك دي اصلا بيتعامل انها، يعني انا كنت بتكلم واقفل المايك. كنت بقول لكم، حد مش فاهم الباك تراكنج اللي حصل هنا؟ طيب هشرح لكم برضو مثال كده تاني على الباك تراكنج، يعني هو مثال برضو مشهور جدا ومهم جدا. هرفع لكم بس ده على ايديا 1 عشان تترسوه، تعملوا تريس عليه يعني. طيب تمام. لو انا مثلا، خلينا مثلا ناخد بقى كده مثلا مثال على الباك تراكنج يفهمنا اكتر. لو انا مثلا عندي هنا اري مثلا فيها واحد واثنين وثلاثة، وقلت مثلا ان انا عايز اجنريت كل البرميتيشنز بتاعت الاري دي. طيب حد عارف يعني ايه برميتيشن ولا لا؟ برميتيشن دي يا جماعة اللي هي مثلا، هديك اري مثلا ال n بتلاتة. البرميتيشن ده بيقول لك ان لازم من واحد لثلاثة تكون كل الارقام دي موجودة في السيكونس، فالواحد كل وكل رقم يكون موجود فيهم يكون موجود اكزاكتلي وانس. يعني مثلا واحد اتنين تلاتة، دي برميتيشن، دي برضو برميتيشن، دي برضو برميتيشن، وهكذا وهكذا وهكذا. فالبرميتيشنز هي الاري، كل element يكون موجود فيها كل مرة يعني. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اجنريت كل البرميتيشنز. خلينا نفكر في كل البوسيبل سوليوشنز اللي عندي هنا. مثلا لو انا مثلا في اول خانة هحط واحد مثلا،
ثانية الشكل ده مش بعرف ارسم خالص، فمعلش. هنا مثلا لو انا عندي ال n ب 3 بريمتيشن، عايز اعمل البريمتيشن للاري دي، فهنا مثلا في اول خانة مثلا انا ممكن اجرب احط ايه، واحد صح، ممكن اجرب احط ايه، اتنين صح، وهنا تلاتة صح. حد مش فاهم؟ جميل. طيب الواحد دي انا ممكن احط ايه يعني هنا بقى، ممكن مع الواحد دي احط ايه، هنا ممكن احط ايه، اتنين، وممكن احط ايه، تلاتة صح. طيب مع الاتنين دي انا ممكن احط ايه، حد يقول كده يعني ايه الحاجة المتبقية اللي انا مخططهاش في الباص ده؟ بالظبط تلاتة، فهحط هنا تلاتة وهنا بالظبط، وهنا هنا ممكن احط ايه، يا اتنين يا تلاتة يا ون. طب وهنا ممكن احط ايه، الريميننج ون. طيب وهنا تلاتة، حلو جدا. طيب التلاتة دي ممكن احط معاها ايه، اتنين وواحد، والاتنين ممكن احط معاه ايه، واحد، والواحد دي ممكن احط معاه ايه، اتنين، حلو جدا. طب لو جينا بقى مثلا نطبع كل البرمتيشنز دي، هتلاحظ ان البرمتيشنز كلها موجودة في الباصز دي، اهي 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 اهي. خلينا مثلا نكتبها، واحد واتنين وتلاتة كده، واحد تلاتة اتنين، بعد كده هنا اتنين واحد تلاتة، وهنا اتنين تلاتة واحد، وهنا تلاتة واحد اتنين، وهنا تلاتة اتنين واحد. دي كل البرمتيشنز اللي عندي. حد مش فاهم انا عملت ايه هنا؟ حلو. طيب ايه اللي انا عملته بقى يعني؟ تعال نفكر بقى كده. يعني انا عارف ان الرسم ده سهل، يعني اللي عملناه ده سهل، ايه بس ايه بقى اللي انا عملته؟ لو عايز افكر في حاجه كده ريكيرسيفلي. هنا مثلا انا جيت قلت الواحد، طب الواحد دي انا ممكن احط ايه، احط ايه، ممكن احط اتنين ياخد الاتنين معايا يا تلاته. طيب ازاي اعرف مثلا لو انا خدت، لو انا مثلا دلوقتي خدت واحد اتنين، ازاي اعرف مثلا لو انا دلوقتي مثلا معايا واحد بس، عايز اعرف انا خدت اتنين دي ولا لا يعني. فمثلا ممكن لو انا مثلا عندي اري تيكن مثلا، والتيكن دي فيها 1، دلوقتي انا خدت واحد بس صح، هشوف مثلا في الاري دي هل انا خدت الاثنين، ممكن الوب مثلا واشوف هل الاثنين دي انا خدتها، لا. طيب ساعتها هضيفها هنا. طيب هل التلاته دي انا خدتها، لا برضه ساعتها هضيفها هنا. طيب ايه اللي المفروض اجربه بعد كده؟ اللي انا اريموف ده صح. لما انا اريموف ده بقى ايه اللي بيحصل؟ بشيله من الاري صح، بعمل بوب باك من الاري. وبعلم مثلا ان انا ما خدتوش معايا، اللي هو خلاص ما بقاش عندي في الاري دي. طيب لما انا مش باخد التلاته ايه اللي بيحصل؟ هيحصل الباك تراك، يعني هيحصل حاجه اسمها باك تراك. الباك تراك ده هيجي هنا يشوف هل الاتنين دي معايا؟ اه هي معاك. طيب هشيلها من الاري عشان اجرب حاجه تانيه. انا خلاص بقى يعني دلوقتي انا خلاص طبعت مثلا دي، فعايز بقى اشوف possible solutions تانية. طيب هل الواحد دي معايا؟ اه. طيب هل الواحد دي ليها possible permutation تانية؟ اه ليها possible permutation تانية، اللي انا اخد التلاتة. فساعتها لما انا اخد تلاتة هيجي هنا تلاتة. طيب هل التلاتة دي ليها possible permutation تانية؟ اه هاخد الاتنين، وهكذا. طيب انا دلوقتي عملت تاني permutation، لو انا بقى عايز اجرب خلاص انا دلوقتي بقى كده هعمل backtrack، هل التلاتة معايا؟ اه هعمل بوب باك. البوب باك ده هو ده اللي بيحصل في الباك تراك بالظبط. طيب هل التلاتة معايا؟ اه معايا، هشيلها. هل الواحد معايا؟ اه معايا، وخلاص ملوش بوسيبل سوشيال تانية. ساعتها اخش على الاتنين واجرب، نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا. طيب خلينا بقى نفكر في حاجة زي كده ككود ازاي نعملها. لو انا مثلا جيت هنا طيب مثلا خلينا مثلا نقول void
باك تراك مثلا. طيب خلينا نفكر، او ما نفكرش يعني، خلينا مثلا نقول دلوقتي عايز اعمل بريمتيشن للاري دي مثلا، وقلت ان انا هيكون معايا اري تيكن صح؟ طيب السايز بتاع البريمتيشن، اي بريمتيشن انا عملتها جنريت كام؟ ممكن حد يقول لي كده؟ فلينز المفروض 3. بالظبط 3، يعني ما فيش بريمتيشن هتكون 2، لان كده هيكون في رقم ناقص، ساعتها كده مش هتكون بريمتيشن، ساعتها مثلا ممكن تكون سب ست او سب سيكونس. فخلينا متفقين السايز بتاع 3، هنعتبر ان السايز بتاع 3. طيب انا ايه البيز كيس بتاعتي هنا؟ ان السايز اللي معايا دلوقتي، يعني الستيت اللي انا محتاجه في الستيت ايه، حاجه تراقب لي انا معايا كام واحد دلوقتي صح؟ فممكن اوصي مثلا كاونت سي ان تي مثلا. طيب انا محتاج افكر في ايه في البيز كيس، ومحتاج افكر في ايه في الترانزيشنز. طيب البيز كيس بتاعتي احنا قلنا لو هو بثلاثه، طيب لو هو بثلاثه انا هعمل ايه؟ ممكن مثلا لو هو بثلاثة فأنا عارف إن التيكن دي فيها ثلاثة صح؟ فهطبع البريمتيشن. فمثلا ممكن أعمل فور لوب على على التيكن دي، تيكن دوت سايز، وهطبع التيكن، وهنا مثلا هعمل اند لاين عشان أشوف باقي البريمتيشن، وهريترن. حلو. طيب أنا كده ظبطت البيس كيس. إيه بقى الترانزيشنز بتاعتي؟ يعني انا قلت انا محتاج اعمل ايه في الكود، حد كده مثلا ممكن يفكر معايا؟ انا محتاج اجرب اخد كل البوسيبيلتيز بتاعت الرقم ده، وفي نفس الوقت اشيلها واجرب بوسيبيلتيز تانية صح؟ فانا دلوقتي عندي الاري دي فيها ارقام من واحد لكام؟ من واحد لثلاثة صح؟ فاعمل لوب من واحد لثلاثة. طيب انا محتاج دلوقتي اشوف هل انا خدته، هل هو معايا في التيكن ولا لا؟ فحاجه زي كده مثلا ممكن اعمل لها، ممكن مثلا اعمل لوب في التيكن دي واشوف هل الاي دي اللي عليها الدور اللي انا اضيفها موجوده ولا لا، بس ده هيكوست جامد. فممكن مثلا نعمل بوليان مثلا فيزيتد، ونخليه مثلا سايز 4. فمثلا هنا مثلا رقم واحد هعلم هو معايا ولا لا، يا فولس مثلا في الفيزيت دي، نفس فكره الفريكوينسي اري. طيب لو هو مش فيزيتد، لو الرقم ده مش فيزيتد، انا محتاج اعمل ايه؟ لو هو ما اتظهرش قبل كده محتاج اعمل ايه؟ حطه في التيكت. بالظبط نايس، فهحطه في تيكت. واعمل ايه بعد كده؟ هعلم انا خدته صح؟ جامد. طيب انا بقى دلوقتي عايز اجرب البوسيبيلتيز التانية صح؟ يعني عايز اعرف ان انا دلوقتي بقى معايا element، يبقى معايا element، فهباك تراك. بس مع الباك تراك بقى انا هعمل ايه؟ السي ان تي دي ايه اللي هيحصلها؟ ها حد يقول؟ هتزيد واحد صح؟ مش انا خدت element معايا؟ يا شباب فاهمين؟ طيب كله تمام؟ طيب جميل، هباك تراك واشوف الاليمنتس الثانيه. طيب ايه اللي انا محتاج اعمله بعد كده؟ انا محتاج اعمل ايه يعني؟ لو فاكرين البورد، انا كنت لما السي ان تي دي بتوصل لثلاثة كنت بعمل ايه؟ كنت بطير ده صح عشان اشوف لو في بوسيبلز ثانيه، او باك تراك واشوف لو ده ليه بوسيبلز ثانيه صح. فهنا هعمل ايه؟ هعمل تيكن دوت بوب باك. طيب لما انا اطير الرقم ده من التيكن، هل هو هيكون فيزيتد معايا او معايا في التيكن؟ لا، فساعتها هخليه فولس. هل في حاجه ناقصه؟ يعني حد مش مقتنع باللي انا عملته؟ محدش عنده سؤال في حاجه مثلا؟ يعني حد فاهم، يعني حد فاهم ايه اللي حصل هنا؟ طب اللي فاهم يرفع ايده. يعني ازاي ما تسألوش في حاجة زي كده؟ مفيش حد فاهم الجزء ده؟
هو مش احنا المفروض مسحناه نشوف احتمالاته بقى؟ بالظبط. ما انا دلوقتي هقول، اتفضل يا مارك. مارك انت كنت رافع ايدك تقريبا بالغلط. طيب قشطة، مفيش مشكلة. انا هنا عملت ايه؟ انا هنا عايز اعمل ايه؟ نرجع كده تاني خالص. انا هنا فضلت ماشي صح، خدت ده معايا وده معايا وده معايا لحد ما وصلت للايه، للبيس كيس صح، ان السي ان تي بقى بكام؟ بتلاتة. والباص ده البرميتيشن اللي هو كان هناك كام؟ واحد اتنين تلاتة صح. طب بقى انا عايز اجرب، عايز اجرب البرميتيشنز الثانية. فانا قلت هعمل ايه؟ يعني لو جينا نتخيلناها في الميموري كده، هو اول حاجة جربناها الواحد، بعد كده الاثنين والثلاثة، وهنا مثلا عندي تيكن، سوري على التيكن دي. لما عملت هنا كل بقت بون. طيب هنا لما جيت عملت هنا كل تو، هل دي ما كانت، هل دي كانت معايا؟ لا. طب هل دي كانت معايا؟ لا. طيب لما انا هنا وصلت للبيز كيس ايه اللي بيحصل؟ برترن صح. فهشيل ده، شيل ده من الستاك اللي هو بعمل ريتيرن باند الفانكشن. كان في سؤال مهم كان نفسي حد يساله لي، بس يعني لو ما حد، يعني هسيبكم كده تشوفوه وحد يقول لي ايه الحاجه المهمه اللي فوتناها يعني، او اللي مع يعني مستغرب ازاي بصراحه ما حد سال السؤال ده، يعني ازاي لما احنا هنا عملنا ريتيرن هيكمل، يعني حد سال السؤال ده صح؟ موضوع مقنع ولا لا؟ لما هنا جيت عملت ريتيرن صح. طب ازاي هيكمل هو؟ ازاي مش انا هنا عملت ريتيرن؟ اه هو عامل اند للفانكشن، هو عامل اند للفانكشن، بس انا لسه الستاك بتاعي فيه حاجات، يعني لسه الستاك فيه بتاعي فيه كولز لسه ما خلصتش. فهنا هنا هيخش على الاثنين، هنا هي باك تراك، هيرجع هنا على الاثنين. هل الاثنين دي معايا في الاري؟ اه الاثنين دي معايا في الاري. طب شيلها خلاص، انا عايز اشوف حاجه ثانيه انا خدتها معايا، انا كنت خدتها وهي في البوزيشن ده، فهشيل دي، كنت انا شلت دي، وهباك تراك على الوان. طب هل الوان معايا في الاري؟ اه الوان كان معايا في الاري. طب هل هو ليه بوسيبلتيز ثانيه؟ اه هو ليه بوسيبلتيز ثانيه، ليه ثلاثة. فهيخش هنا هيجرب الثلاثة، ساعتها التيكن هيكون ثلاثة، يخش هنا يجرب الاثنين، ساعتها التيكن هيكون اثنين. بيس كيس طير 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 ده وطير ده، ده الباك تراك. هيرجع تاني للواحد، الواحد ملوش بوسيبلتيز ثانية خلاص، طيره. ساعتها كان عندي كل الاثنين، ساعتها كل الاثنين دي هتيجي هنا وابتدي يجرب نفس الباص تاني وهكذا. طيب خلينا نجرب كده الكلام ده اصلا هيشتغل ولا لا. يعني لو جيت انا عملت مثلا باك تراك، وهنا ال تدي بزيرو مثلا، ونرن مثلا مظبوط، هو هنا طلع لي كل البرميتيشنز. حد مش فاهم اللي حصل؟ كله مقتنع؟ يعني اللي مقتنع واللي فاهم كويس يرفع ايده. الباقي نايم ولا مش مقتنع؟ تمام قشطة حلو جدا. خلينا حد عايز يشوف الديباج بتاع حاجة زي كده، يعني خلينا ندوج حاجة زي كده. لو جيت انا مثلا هنا السي ان تي كانت بكام؟ بزيرو صح؟ شايفين؟ شايفين كويس صح؟ طيب هيجي يمشي، هل الواحد دي فيزيتد؟ لا الواحد مش فيزيتد، هاخدها معايا وهعلم ان هي فيزيتد وهروح باك تراك تاني. طب لما يجي باك تراك السي ان تي بقى بكام؟ بقى بواحد. طيب هيخش هنا، هل هو هيدخل هنا في البيس كيس؟ لا لان السي ان تي لسه 1 1، يعني هيخش هنا هيكمل. هل الواحد دي فيزيتد؟ اه الواحد دي فيزيتد. طيب هل الاثنين دي فيزيتد؟ لا. هيخش هيحط الاثنين في التيكت ويعلم عليها ويروح يجرب السي ان تي بلس 1، هيجي هنا. هل الاثنين دي هل انا وصلت للبيس كيس؟ لا. هيجي هنا، هل الواحد دي فيزيتد؟ اه اتنين دي فيزيتد. اه التلاتة فيزيتد. لا حطها معايا في التيكن، اعمل فيزيتد باك تراك تاني. هنا بقى اللي هيحصل، وصل البيس كيس صح، راح جاي داخل طابع الالف تيكن، هيعمل بقى ايه؟ ريتيرن صح. تعال نشوف ايه اللي بيحصل لما بيعمل ريتيرن. هيعمل ريتيرن، هيطلع بره الفانكشن خالص صح. الباك ده الباك تراك بقى يحصل هنا هيعمل ايه؟ هيروح جاي عامل بوب للتلاتة. فاكرين لما قلت واحد اتنين وتلاتة معايا في التيكن؟ هيروح جاي عامل باك تراك للتلاتة. لما بيعمل باك تراك اللي بيحصل هيشيل التلاتة. طيب
ولسه عندي باك تراك للاثنين، فهيجي يعمل هنا باك تراك للاثنين. سوري، هو هنا كان عندي بوسيبيلتي الثانيه. هيشوف هنا، هيشوف هل لما جيت انا عملت باك تراك ثانيه، هيطلع فوق. تمام، دي فيزيتد. حلو، هنا عملت باك تراك وعلمت عليها اللي هي فولس. لما جيت مثلا هنا وصلت، هي مثلا عايزة تاني، عايز اوريكم الجزء ده. هنا سي انت كاب زيرو، مش فيزيتد، مش فيزيتد، ضيف 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 ضيف. تعالى بقى هنا، هيطبق سي ان تي بعد كده هيرترن، صح؟ طيب هيعمل بوب باك. لما هنا جيت عملت بوب للتلاته دي، عملت باك تراك، كانت الستيت هنا كام؟ كانت السي ان تي باتنين، صح؟ ولما كانت السي ان تي باتنين، كانت الاي ساعتها بتلاته، عشان كنت ساعتها مدخل تلاته، فهو هنا بيرجع للستات. فلما انا شلت التلاته، هيعلم عليها اللي هي مش فيزيتد خلاص، يعني هنا الاي بتلاته اهي، فهيخليها اللي هي مش فيزيتد، ويروح يجيزوا حاجات تانيه. هيجي هنا، انا وصلت للسي ان تي كانت باتنين، فهنا هيشوف، هنا هيعمل بوب باك للاثنين. فهنا هيعمل لما انا قلت هنا كان عندي واحد اتنين تلاته، عملت بوب باك للتلاته، ساعتها هيعمل هنا بوب باك للاثنين، وهيعلم اللي هي مش فيزيتد. هيجي هنا يجرب، هيشوف بقى هل هيجي هنا بقى في الباص ده، لو فاكرين هيجرب، هل هيشوف التلاته دي فيزيت ولا لا. هيشوف التلاته دي مش فيزيت، هيدخلها معايا وهكذا. كله فاهم الجزء ده؟ انا حبيت بس دبج معاكم اللي بيحصل. حد عنده سؤال في الجزء ده؟ اتفضل يا يوسف. انا عايز اعرف بس، لما يعني اول مره هيبقى 1 2 3 تمام، حلو. هيعمل بوب جيم كله؟ لا، هو بيعمل بوب باك للاخر element بس، هو بيعمل بوب باك للelement بس. طيب، وهيعمل بوب باك للاثنين برضو، يعني هيعمل للثلاثه وللاثنين. بالظبط، هيجي للواحد، صح؟ مش هيحصل ايه بعد كده بقى؟ هيعمل يعني عشان يبقى 1 3 2. حلو، مش انا هنا وصلت لان الواحد، صح؟ وصلت هنا الواحد، السي انت كانت بكام؟ بواحد، صح؟ هنا لما جيت خدته، صح؟ هيبتدي يجرب كل هيبتدي يجرب الباص التاني اللي هو بتاع التلاتة والاتنين. مش انا وانا بعمل بوب باك علمت ان الفيستد بتاع، مش انا كنت معلم لما انا خدت الواحد واتنين وتلاتة، كنت معلم ان هما معايا، صح؟ طب لما جيت عملت باك تراك، مش انا شلتهم من الفيستد اصلا وبقوا هما ما بقوش معايا؟ هيبتدي يشوف، هيرجع للستيت بتاعت ال1 دي. الستيت بتاعت ال1 كانت ساعتها التلاته ما كانتش فيزيتد، فهيشوف هل التلاته كانت فيزيتد؟ لا، فهيضيفها معايا. هل الاتنين كانت فيزيتد؟ لا، وهكذا. طيب ليه لما راجع للواحد ما بدأش من الاتنين شبه المره اللي فاتت؟ يعني ما خدش الاتنين. ما هو انا خلصت دي اصلا، يعني هنا ده الباك تراك، انا خلصت دي، فاهم؟ فمش هدخلها تاني، فهبتدي اجرب بوسيبيلتيز تانية، فاهم؟ عشان انا خلصت كل الجزء ده، مش انا هنا بجو ديب. ايوه، انا فاهمك كلوجيك، انا بتكلم ككود. ما هو هنا اللي هو لما هيمسح اخر حاجه، هيمسح التلاته والاتنين في اول كيس، هيمسح التلاته والاتنين، فهيرجع تاني يبقى معاه الواحد، فهيبتدي من اول واحد. حلو، خليك معايا انت توجه تاني وهتشوفها. بص دلوقتي مثلا كانت بون، انا عايز بس اوصل اللي انا ما وصلت بقى بتلاتة، صح؟ لما وصلت بقى بتلاتة، صح؟ طبعا الواحد والاثنين والتلاتة. طيب تعالى بقى هنا، هو عملنا دلوقتي ريتيرن، صح؟ طيب لما انا جيت هنا اعمل باك تراك، صح؟ هنا وصلت للستيت كانت كام؟ السي انت كانت بكام؟ وعملت بوب باك لل1، يعني لا هنا شيل دي كده، عملت بوب باك للتالت، صح؟ يعني خليتها انفيزيتد وعملت لها بوب باك، صح؟ طب مقتنع لحد هنا، صح؟ حلو، تمام. هنكمل. هيعمل باك تراك تاني، هيعلم على الاثنين اللي هي مش معانا. حلو، شوف بقى الواحد اللي هيحصل، هيروح جاي تاني مجرب. مش الواحد دي، لما انا كنت مسايف الستيت، كنت انا وصلت اصلا ان انا وصلت للاثنين والثلاثه، فساعتها الفور لوب بتاعي ده هيكون واقف على الثلاثه، وهكمل. هل الواحد هل التلاته دي كانت فيزيت؟ لا، ساعتها مش فيزيت، فهاخدها معايا. فهمت اللي حصل؟ انا اصلا مسحتها اول مره، يعني هو مسح التلاته، حلو.
فهي مبقتش معانا. حلو، مسح الاثنين بعد كده قام داخل على الاثنين، مساحة وبدأ من الثلاثة. بالظبط. بيشوف بقى بيشوف بقى هل التلاته دي فيزيت ولا لا، بيكمل. اه تمام. ميك سنس؟ تمام. حد عنده سؤال تاني؟ طيب ممكن ناخد بريك 10 دقايق ونشوف كده كام مسألة صغيرة، ماشي؟ يعني ناخد بريك لحد مثلا 37 ونرجع تاني.
باك سامعني؟ مين موجود؟ يا ريز هاند. ايه ده الباقي فين؟ الباقي فين؟ زي الفل، ماشي. دقيقة كده بس الناس كلها تيجي ونبدأ. طيب يلا بينا شباب. في البروبلم، ثانية واحدة. هو كود فورسز واقع؟ لا اه واقع عندي. هو شغال لحد دلوقتي بس قشطة تمام. طيب ممكن حد كده 3 دقايق بس الناس تقرا بروبلم وان حد يشرحها لنا، يعني هبعت لكم اللينك في الشات. طيب حد كده ممكن يقول لنا البروبلم بتقول ايه؟ اتفضل يوسف. هيدينا اي رقم، هيدخلنا اي رقم، وعايز يعرف من اول واحد لحد ان ده في كام لاكي نمبر. لاكي نمبر ده اللي هو الاربعة والسبعة والسبعة والاربعة. بس هو عايز يعرف الاندكس، يعني هو هيديك اللاكي نمبر نفسه وعايز يعرف في ترتيبه، فاهم؟ يعني مش كام عدد الواحد قبليه. طب 47، 77 دي ازاي؟ عايز اعرف. عادي، مثلا هتكون مثلا 4 7، بعد كده 4 7، وهيعملها سورت. يعني هو عايزك تجنريت كل اللاكي نمبرز وتعملها سورت. بص خلينا نقول البروبلم. هو بيقول في واحد اسمه تافاز اند سادس، ده تقريبا يعني بيقول اللاكي نمبر ده هو بوزيتيف نمبر، والديسيمال ريبريزنتيشن بتاعه بيكون فيه ديجيت 4 و7 بس. فبيقول الأربعة والسبعة والسبعة أربعة أربعة وأربعة دول لاكي، والخمسة والسبعتاشر والأربعة ستة اتنين دول مش لاكي. حلو. وبيقول لك لو احنا عملنا سورت لكل اللاكي نمبرز دول في increasing order، what is the one based index of n. يعني هو هيديك اللاكي نمبر ده وعايز يعرف الاندكس بتاعه في كل اللاكي نمبرز دول لما انت تعمل سورت. تمام. بس تقريبا مش هي برضو، لما اشوف من واحد لحد رقم ده فيه كام لك. هي اه يعني هي ما انت هيكون عندك ريف كل اللاكي نمبرز اصلا، فاهم؟ تمام.
طيب حد عنده فكرة للمسألة دي؟ يعني ازاي هنجنريت كل اللاكي نمبرز دي؟ ممكن حد يفكر كده ويقول مثلا عادي انا دلوقتي عايز اجنريت كل اللاكي نمبرز دي وهو هيديني اللاكي نمبر واجيب الاندكس بتاعه، فازاي ممكن نجنريت اللاكي نمبرز دي؟ ممكن حد يفكر كده ويقول مثلا هو انا ممكن مثلا اللي هو مثلا ابتدي بصفر، حلو واول ما صفر صفر في 10 زائد 4، جميل بعد كده صفر في 10 زائد 7، حلو وهكذا بقى. يعني مرة مرة مثلا اخد مرة مرة اخد الاربعة، مرة اخد السبعة، مرة اخد الاربعة واربعة، بعد كده الاربعة وسبعة. يعني انت مثلا لو عندك هنا مثلا يكون مثلا عندك زيرو صح؟ ماشي، هنا هتضربه في 4، هتضربه في 10 زائد 4 صح؟ ده قصدك؟ ايوه، فهنا هيكون كام؟ لما تضرب زيرو في 10 هيكون زيرو زائد 4 هيكون 4 صح؟ هتيجي هنا مثلا هتعمل ايه؟ يعني هو عايز الأرقام اللي فيها 4 4 والأربعة سبعة سبعة والسبعة سبعة 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 مثلا والكلام ده كله. طيب لما جيت هنا مثلا الأربعة دي، فمثلا عايز أجنريت الأربعة وأربعين دي، فممكن أعمل إيه؟ ممكن أضرب رقم في 10 صح؟ ايوه وأزود على 4 فيكون 44. طيب دي مثلا دي ممكن أعمل فيها إيه؟ ممكن أضربها في 10 مثلا وأزود عليها 7 صح؟ فتكون 4 4 7 صح؟ جميل. طيب خلينا كده مثلا نشوف حاجة زي كده ممكن نعملها ازاي بالريكيرجن. انا دلوقتي هو بيقول لي ان انا هو عرفت يعني ايه لاكي نمبر، وعايز يقول لي ازاي وعايز وهيديني لاكي نمبر وعايز وعايز نعرف له ده في اندكس كام. طيب مثلا ممكن انا سولف مثلا، هو دلوقتي هيديني النمبر بتاعي انيشالي هيكون هنعتبره كام؟ بزيرو صح؟ خليك بقى معايا حسن ويوسف واكتبها معايا ماشي. تمام، بشرب المايك لا لا عادي، هو مش بيقطع مش بيقطع. طيب عندنا احنا قلنا عندنا ايه؟ بيس كيس وترانزيشن صح؟ طيب هنسيب البيس كيس دلوقتي، خلينا نفكر في الترانزيشنز. احنا قلنا هنعمل عايزين نعمل جنريت لايه؟ زيرو، يكون معايا زيرو واضربه في 10 زائد 4 ايوه مرة، ومرة ان في 10 زائد 7. جميل. طيب انا كده بجيب كل الارقام اللي هي اللي فيها 4 7 بريكيرجن. طيب لو انا بقى ايه هي مثلا البيس كيس بتاعتي؟ يعني ايه الحاجه اللي هتوقفني؟ انا ممكن اقعد اجنريت كل الارقام دي لحد مش هقف خالص يعني، فايه اللي هيوقفني؟ ايه البيس كيس بتاعتك؟ فكر فيها كده مثلا. ان انا الاقي الرقم ده مثلا، ان انا الاقي الرقم اللي بدور عليه. فكرة بس برضو إيه، احنا انا بس انا عايز اجنريت كله فاهم؟ يعني عايز اجنريت كله برضو. لو 4 10 1 لا، يعني عشان هو ممكن يكون كده مثلا، ده لاكي نمبر، ده ممكن يكون كده 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 مثلا. لو جينا مثلا بصينا في السؤال هتلاقي لنا اصلا اللاكي نمبر ده اخره كام؟ 19. فانا ممكن اجنريت كل الارقام لحد 19 صح؟ بس مشكلة كتير قوي. لا مش كتير ولا حاجه، عشان انت كده كده اصلا انت كل مره تضرب في كام؟ في 10 صح؟ مش عارف. هيجيبهم في لوج ان مثلا يعني. طيب هو انا مثلا يعني هو مثلا ممكن هيوصل الرقم بسرعه يعني. ما يريترنش مثلا لو انا قلت له يوصل الرقم، اللي قلت له اول ما اشوف الرقم يريترن على طول. لو قلت له يشوف لا، لان هو ممكن هنا لان مثلا لو الرقم ده هقول لك، لو الرقم ده مثلا فيه هنا 4 4 مثلا 7، هنا هو هيخش يعمل ايه؟ هيخش يجرب كل الاربعات صح لحد الاخر، مفيش حاجه هتوقفه فاهم؟ فساعتها مش هيوصل الرقم ده، فدي مش احسن بيس كيس صح؟ مقتنع؟ اتفضل يا عبد الرحمن. طب هو انا ممكن اقول له يوصل يعني
ريتيرن لما الرقم يبقى اكبر من الرقم اللي هو انت اللي انا مدخله اللي هو الانت. بالظبط. انا ممكن اعمل كده، ممكن او ممكن اجنريت لحد ال 1 e9 بحيث اجاوب على الكويريز دي او اللي هو مدهولي. يعني ممكن البيز كيس بتاعتي يكون لما الرقم اللي انا بكل شويه بجنريته ده يعدي ال 1 e9، يعني ساعتها هقف. فمثلا هنا لو انا مثلا جيت هنا قلت مثلا 1 e9 مثلا زائد 7 مثلا، هنا هقول مثلا لو النمبر ده طلع اكبر من ال n دي، او خليها هنا ماكس، مش دي كل السيريز بتاعتي، ساعتها انا محتاج اعمل ايه؟ ريتيرن صح؟ طيب انا هنا ناقصت حاجه واحده، الارقام اللي انا بعملها جنريت دي ازاي اضيفها في الاري؟ يعني عايزين نضيفها صح في اري صح؟ فممكن انا اعمل فيكتور مثلا، وهنا كل مره هقعد فيه ال n صح؟ طيب خليني هنا مثلا، هو قال هيدينا ايه؟ هيدينا ان بس. طيب هيدينا ان. طيب هو قال نعمل ايه؟ هنعمل سورت صح؟ فهنعمل سورت للارقام. وقال وقال نعمل ايه؟ هو عايز يعرف ده في اندكس كام. فممكن مثلا اعمل لوب بروت فورس يعني خالص، لو الفيو في الاي دي بتساوي ال n اللي هو مدهولي، مش انا كده، مش انا في الاري دي عملت كل جنريت لكل الارقام، لو بتساوي n هسي اوت ال i بلس 1 عشان هو قال الاندكس بيزد اون 1. وهنا ممكن انا ريتر ممكن هنا بريك خلاص، او ممكن حد يبين ريسيرش عليها ده اسرع طبعا، بس عادي مش تفرق. خلينا مثلا نجرب، هو قال 4 مثلا، ايه الغلط؟ انا ما اديتش الفانكشن اصلا solve for n. انا قلت هبتدي بكام؟ بزيرو صح؟ فنجرب، طلع 2. هو المفروض يطلع كام؟ الأربعة دي في index 1 المفروض يطلع 1. لان هو انا في الاول خلاص هيكون عندي زيرو صح؟ يعني في الاول خلاص هيكون عندي زيرو، فانا محتاج اشوف ان لو ال n دي مش بزيرو. فهنا اشوف طلع واحد، هنا السبعة مظبوط، وال77 المفروض تطلع 6 مظبوط. حد مش فاهم اللي حصل؟ يعني بروبلم زي دي حلها بريكيرجن سطرين زي ما انتم شايفين. ممكن حد بقى يحاول يعمل بوت فورس يقعد يجنريت بيه كل الارقام دي مش هيخلص يعني. فزي ما انتم شايفين حلها بريكيرجن، كانت سطرين حرفيا. وهنا ريكيرجن، انا هنا فكرت ريكيرجن لان انا عندي بوسيبلتيز كتير، بس فعملت جنريت كل الارقام دي. حد مش فاهم اللي حصل؟ وجيت مثلا اعملها سبميت، تمام. حد مش فاهم اللي حصل؟ طيب جميل. في لينا نشوف البروبلم دي. البروبلم دي كانت في شيت اسيوط، يعني هما كانوا عاملين شيت ريكيرجن حلو. ممكن اسيب لكم برضه الشيت ده في ريسورسز، يعني لو حد عايز، يعني احنا عندنا الشيت بتاعنا المنداتوري يتحل كل الحاجه فيه. هنا الشيت ده ممكن اضيفه زياده لو حد عايز يحل على ريكيرجن اكتر. ماشي، ممكن كده دقيقتين حد يفكر في المسألة ويقول لي ممكن نعمل ايه مثلا.
طيب شباب، حد يقول لنا البروبلم بتقول ايه؟ المفروض ان هو هيدينا نقطتين وعايز يوصل من النقطة الأولانية للتانية ويحسب بكام طريقة يوصل لهم. هو بيمشي الستيب يا واحد يا اتنين يا تلاتة، يا خطوة يا اتنين يا تلاتة. بالظبط. هو هنا في المسألة بيقول هو هيدينا نقطتين اس و اي، وعايز يعرف كم من ايه عدد الطرق اللي انا اقدر اوصل للاي دي لو انا مشيت بوان ستيب او تو ستيب او ثلاث ستيبس. فهنا مثلا بيقول ان الويز، عشان عدد الويز 4، ليه؟ اللي انا ممكن امشي 2 3 4 5، وممكن امشي 2 3 5 فدي كده واي، ممكن امشي 2 4 بعد كده ازود واحد فستيب هتكون 5، وممكن امشي 2 5. حد عنده فكرة مثلا الحل؟ يقول مثلا ممكن نعمل ايه؟ شباب، حد كده يقول مثلا احنا ممكن نعمل ايه؟ مش دي برضه نفس فكرة المسألة اللي هي واحد اتنين تلاتة، نفس الفكرة يعتبر؟ مش قوي بس هنشوف، يعني هنشوف. هو انا ممكن اديله يعني اعمل ريكيرجن، ان انا اعملهم زائد، يعني ادي الريكيرجن كل مرة، يعني واحد بعد كده الرقم زائد اتنين بعد كده رقم زائد تلاتة واجمعهم على بعض. واشوف مين فيهم هيوصل اللي هو يوصل للبوينت، صح؟ اه بالظبط ده طيب قصدي. تمام. طب خلينا من البيس كيس دلوقتي. اتفضل عبد الرحمن، اتفضل. هو البيس كيس بتاعي ان هما الرقمين يوصلوا لبعض، ان انا اوصل الرقم الاولاني للتاني. بالظبط، ماشي. اتفضل عبد الرحمن، انا كنت عاوز اقول حل، بس اتفضل. طيب هو ينفع احله بنفس الطريقه اللي حليت بيها البرمتيشن، اللي هو اجيب اقصى طرق بقى اعمل البوب بس بدل الاخير للتاني؟ بص، هي شبهها شويه بس مش قوي، يعني احنا مش محتاجين باك تراكنج هنا. انا بص، يعني انت لو لاحظت هتلاقي ان الكونسترينز 15، يعني فاهم؟ فالويز صغيره جدا، يعني احنا ممكن نركرجن عليها ونشوف ممكن اعمل ايه، فاهم؟ يعني هركرجن على كله. ف انا دلوقتي محتاج اعرف انا وصلت للبوينت دي ولا لا، صح؟ فانا مثلا ممكن اخلي الفانكشن بتاعتي دي بترجع لي بوليون انا وصلت ولا لا، صح؟ طيب ايه هنا التحركات بتاعتي، صح؟ إيه يعني، تعال نفكروا كده في التحركات بتاعتنا. اللي انا امشي من ازيد ستيب، صح؟ امشي ستيب، صح؟ وممكن امشي تو ستيبس، وممكن امشي تلات ستيبس. حلو، حد هنا مش مقتنع باللي انا بقوله؟ مقتنع؟ حلو. خلينا بس هنا ناخد مثلا، لو عملت هنا الستارت والاند، خلينا هنا اقول انا بحب لما بشتغل ريكيرجن اخلي كل الفاريبلز جلوبال، عشان ما اقعدش كل شويه اضيفها في البارامترز هنا. فبحب اشتغل جلوبال عشان اكسسها زي ما انا عايز في الفانكشن يعني. فانتوا ممكن تعملوا كده برضو. ماشي. دلوقتي انا الترانزيشنز بتاعتي ايه؟ اللي انا بحاول اوصل للاي، صح؟ طيب هو عايز يعرف عدد الطرق اللي انا اقدر اوصل للاي. ف انا هنا هشوف، مش انا ممكن، وانا مثلا لو انا مثلا واقف عند لو انا مثلا قلت ان الاي دي بخمسه، لو الاند ده بخمسه، حلو، والستارت ده بثلاثه، والستيب اللي انا عملتها ثلاثه، هل كده انا بوصل له؟ بوصل له ولا لا؟ ممكن السؤال تاني لو انا واقف، لو انا مثلا عندي الاس ب 3 والاند ب 5، ودلوقتي انا مثلا وصلت اللي انا هعمل ستيب، هعمل ستيب ب 3، فالاس انا عديته اصلا، بالظبط، فانا عديته، صح؟ فانا ممكن ما فيش ثلاثة. فانا ممكن استغل ان دي بيس كيس، صح؟ لان انا عديته هترميت، صح؟ طيب فانا هشوف لو الان دي اكبر من الاند ساعتها هعمل ايه؟ ريتيرن، صح؟ ريتيرن طيب هو عايز يعرف ايه؟ هو عايز يعرف عدد الويز، صح؟ فمثلا هي مثلا نعمل هنا انسر. هو حد كتب حاجه في الشات؟
تمام. لا طيب، انا عايز اعرف لو هو وصل الرقم اللي معايا ده وصل للان صح؟ ازود الانسر مظبوط. طيب تمام. لو هقول مثلا اف الان دي بتساوي الانت، ساعتها ازود الانسر. بس ممكن نعملها بشكل احسن شويه، اللي انا هقول هنا ان الانسر هتزيد بالاند بتساوي الاند. دي هترجع يا زيرو لو مش بتساوي 1، لو بتساوي، لو 1 خلاص انا هزود الانسر اللي انا وصلت. فدي شكلها احسن يعني. طيب جميل، انا كده عملت البيس كيس بتاعتي صح. طيب دلوقتي هنا بقى انا عايز اعرف مين فيهم هيوصلني، يعني انا عايز اعرف مين فيهم هيوصلني محتاج اجرب التلاته دول في نفس الوقت واشوف مين فيهم بيوصلني. فايه اللي انا ممكن اعمله هنا؟ ممكن اعمل، انا عايز ريتيرن يجرب لو انا زودت، لو انا زودت ستيب هل هوصل ولا لا. طب لو انا عايز بقى اعرف لو انا هزود تو ستيبس هعمل ايه؟ اور صح، واشوف انا هوصل، هل هوصل بالتو ستيبس دي ولا لا. طب عايز اعرف انا هوصل بالتلاته ستيبس دي اعمل ايه؟ اور برضه. في ناس ميكول بس. فانا كده بعرف في كام طريقه اقدر اوصل بيها للان دي. فلو جينا مثلا نجرب هنا، وجينا مثلا عملنا سولف، مثلا الستارت بوينت عندي بتاعتي اس صح، لقينا سي اوت الانسر. جينا مثلا نجرب اتنين خمسة تلاتة أربعة مظبوط. حد مش فاهم اللي أنا عملته هنا؟ كله مقتنع؟ تمام ولا؟ طيب جميل جدا. هبقى انزل لكم الشيت بتاع اسيوط ده، يعني مهم برضه تحلوه. هو في حاجات بيزك على الريكرجن لذيذه يعني، يعني مثلا في مسائل اللي هو هيعرفك ازاي تمشي مثلا على الاري، ازاي مثلا تعمل ريكرجن فانكشن تجيب لك الصم بتاع الاليمنتس اللي في الاري، الماكسيمم تجيب ماكسيمم فاليو. يعني في مسائل لطيفه بصراحه ممكن تطبقوا عليها تحلوه منها، وتحلوا الشيء برضو بتاع الفيجوال جي تايم. في عندنا اخر مساله، هي دي تقريبا. هبعت لكم لينك المسألة دي. ممكن كده 3 دقايق يعني تفكروا فيها، أو 5 دقايق عشان المسألة لذيذة بصراحة.
هو هيدينا 5 أرقام وعايز يوصل ل 23 بشوية عمليات حسابية، يا ضرب يا طرح يا جمع، وعايز يعني يعمل عملية نشوف هنعرف نوصل ل 23 ولا لأ. ممكن نجربها شبه اللي فاتت. ضرب وطرح تقريبا برضو كمان.
ان انا اوصل ل 23. لما بقى أكبر من 23. لو انا خلصت العناصر وما وصلتش ل 23، الحتة بتاع الدوايل بس لا مش ال هي دي كده كده مش قلت لي بيلت ان جوه سي بلس بلس الدو اللي جواها بقى نعم.
ممكن الفانكشن بتاعت next experimentation دي بتعمل ايه؟ ايوه يعني احنا كنا ممكن نحل بيها البروبلم بتاعت الريكيرجن. تمام. باشمهندس معلش بس سؤال، هي الاف الاف اللي جوه الدو دو وايل الاف ستيتمنت دي ليه بقى؟ اه انا اللي الحتة دي بس من 23 تمام. اوه تمام. مش مهندس، هو سؤال بس بره السيشن يعني. في جورج ممكن تفتحه لنا على طول لأنه لسه هيفتح بعد 12 ساعة أو 13 ساعة تقريبا. تمام.